يا دكتور، المحاضرة دي مجمعة للكل ولا؟ احنا عاملين محاضرتين، محاضرة النهاردة ومحاضرة بكرة. المحاضرة الساعتين، او يعني الخمسين دقيقة وخمسين دقيقة، يعني هنبدأ دلوقتي وهنقعد ساعة وساعة واربعين دقيقة. فاللي يحضر النهاردة مش محتاج يحضر بكرة، واللي يحضر بكرة مش محتاج يحضر النهاردة. تمام. جاوبت على سؤالك؟ ايوه تمام. ماشي يا حبيبي. بس المايك ايه؟ فين المايك بتاعك يا ايه؟ نبدأ النهارده. احنا الاسبوع اللي فات في الكلية اتكلمنا جانب شوية. يا دكاترة بعد اذنكم اللي يخش يقفل المايك بتاعه، انا ممكن اغير الاوبشنز، اخلي كل داخل مقفول، بس انا عايز مايكك مفتوح تقدر تفتحه وتقفله، علشان لو عايز تسأل سؤال، لو اطلب منك تقرا، لو اي انتراكشن تعرف تستخدمه. فمن فضلكم اللي يخش يقفل المايك بتاعه. المحاضرة اللي فاتت يا دكاترة اتكلمنا على الماكرو اناتومي، اتكلمنا على الاناتومي بتاعت السنين. النهارده ان شاء الله هنبدأ موضوع جديد، هنتكلم عن الانسمنتس، اندودونتك انسمنتس. هنقسم الاندودونتك انسمنتس بطريقة استعمالها according to use sequence. فهنقول مثلا عندنا حاجة اسمها الدياجنوستيك انسمنتس اللي هو المراية والبروب والتويزر. عندنا اكسس كافيتي انسمنتس، اكسس كافيتي بريباريشن انسمنتس اللي بتبقى بيرد، ممكن في ممكن نستخدم اكسكافيتر، اكسدورينج انسمنتس، ايزوليتنج انسمنتس اللي هي الرابر دام، اكستربيتنج انسمنتس. اكستربيتنج انسمنتس دي يا ولاد حاجه زي الفايلز اللي بنشيل بيها الفولت. من فضلكم تاني اللي يدخل يقفل المايك. دكاتره اللي يدخل، ايه يا نجاح اقفلي المايك بتاعك، ايه يا نجاح اقفلي المايك بتاعك لو سمحتي في البلد. ايزوليتنج انسمنتس اللي هو الرابر دام، اكستربيتنج انسمنتس اللي هو حاجه زي الفايلز اللي بنشيل بيها البالب تيشو، عشان كده حتى بيقول بالب اكستربيشن اللي احنا ننتزع البالب من البالب سبيس. اللارجنج انسمنت من اللي بنتكلم عن الفايل. اوبتوريتنج انسمنت، اوبتوريشن في الاندو زي الفيلنج في الاوبتيك، اوبتوريشن اللي هو ان احنا بنملأ الكنال، بنقفل الكنال بنحشيها. دكاترة احنا مش عايزين كل شوية نقف عشان حد بيفتح المايك او كده. Diagnostic Anesthetics، Diagnostic Anesthetics عندنا في الاندو بتختلف شوية. التويزر بتاعنا مين اللي بيبقى لط، البروبس بتاعتنا بتبقى ستريت عشان توصل للبالب ارك. طبعا ال Diagnostic Anesthetics زي ما احنا عارفين هي بتبقى مراية وبروب وتويزر. علشان بنشتغل اندو فالسكيل بتاعنا مختلف، اصغر شويه من الاوبتيك، اصغر شويه من الكراون، فبنحتاج نكبر شويه، فبنحتاج حاجات تحسن الرؤيه اللي هي الفيجوال انهانسمنت انسمنت، حاجات نعمل بيها ماجنيفيكيشن نكبر بيها زي الماجنيفيكيشن لوب والسيرجيكال مايكروسكوب والاندوسكوب. اللوب عندنا ممكن يبقى سنجل لينس، تبقى عدسة واحدة نشوف بيها زي بتاعت ساعاتي كده والجواهرني، أو ممكن تبقى دبل اللي هو باينيكلر لوب. ده بيبدأ من 2 اكس، يعني كبر مرتين قد الطبيعي لحد 6 و8 اكس. بعد 8 اكس مش هينفع معانا اللوب، فبنستخدم المايكروسكوب. البريزماتيك لوبس اللي هي اكتر من 3 4 ونص 5 6 8. البريزماتيك لوبز دي احنا في عندنا مشكله لما نكبر يا اولاد، لما تعمل ماجنيفيكيشن الفيلد اوف فيجن بيصغر. يعني ايه؟ يعني انا على سبيل المثال السلايد اللي قدامي دي انا شايف فيها سنجل لينس لوب على الشمال وعلى اليمين بريزماتيك لوب. لو انا عايز اكبر الصوره بتاعت البريزماتيك لوب هتاخد الشاشه كلها، فدايما الفيلد اوف فيجن بيقل. لو انا مثلا 2 اكس اقدر اشوف اكبر الارض، لو وصلت ل 4 6 اكس ابتدي اشوف جوه السنه، 6 8 اكس لا انا ما بقتش حتى شايف البالب سبيس ده، انا بقيت شايف الارض بتاعت الكمال. فلما بيصغر كل ما نعمل ماجنيفيكيشن اكتر الفيلد اوف فيجن بيقل،
مجال الرؤية بتاعي بيقل، الاكستنشن يمين وشمال، فبالتالي بنستخدم البريزماتكس. البريزماتكس دي بتخلي الفيلد اوف فيجن يبقى اكبر شوية. لو سمحت يا دكتور ممكن تبين الجزئية دي في السلايد كلها؟ ايه سؤالي كده ده؟ السلايد كلها أنا مش فاهمة، حضرتك قلت لما المهم بنكبر يا كده؟ حبيبتي، لما بنكبر احنا ممكن، لما عايز اشوف الصوره او اشوف الاوبجكت اكبر، بستخدم عدسه مكبره. ممكن تبقى عدسه واحده على عين واحده، او ممكن عدستين. العدستين يعني، فاكره الميكروسكوب اللي كنت بتستخدميه في الهيستولوجي زمان؟ كان في منه بعدسه واحده بتبص بعين واحده، او بعدستين بتبص بعينين، يبقى سنجل لينس لوب او الباينوكلير. باي نيوكلير، اثنين عدستين جنب بعض. الباينوكلر هو مين اللي احنا بنستخدمه؟ الباينوكلر اللي هو بنقول عليه لوب. السنجل لوب دي بيستخدمها الجواهر، دي بيستخدمها بتاع الساعات، انما احنا بنستخدم الباينوكلر. في التكبيرات بقى مختلفه، ممكن عندي عدسه قوتها انها تكبر 2 اكس، يعني تخلي الصوره اكبر من الطبيعي مرتين، من 2 لحد 8 اكس. دي اللوب اللي احنا بنشتغل بيها، اللي بتركب على عينينا، اللي هي بتتحط على النظارات. اكبر من 6 اكس بيستخدم الميكروسكوب او الاندوسكوب. المشكله ان انا كل ما بزود التكبير، كل ما بكبر الصوره بيقل الفيلد اوف فيجن. يعني ايه؟ يعني انا على سبيل المثال في الاوضه اللي انت قاعده، اللي انت قاعده فيها، لو انت ظهرك في الحيط هتبقي شايفه الحيطه اللي قدامك من اولها لاخرها. كل ما تمشي خطوتين لقدام، كل ما تبقيش شايفه اول واخر الحيطه، يبقى التارجت اللي قدامك بيكبر، حجمه بيكبر، بتشوفيه اكبر واوضح، ولكن ما بتشوفيش اول واخر الحيطه. دي اسمها الدبث اوف فيجن او الفيلد اوف فيجن. الفيلد اوف فيجن اللي هو طرف الرؤيه يمين وشمال وفوق وتحت. خلينا ناخدها على السنان. لو انا بشوف بالرؤيه العاديه، انا شايف الاورال كافيتي، شايف الارش السنان كلها. لو كبرت 2 اكس هبقى شايف 3 4 سنان جنب بعض. لو كبرت 4 اكس ده انا هبقى شايف السنه الواحده بالعافيه، بس هي كبيره طبعا، بتكبر في مجال في عيني، بتكبر في الرؤيه بتاعتي. لو وصلت ل 6 اكس انا ما بقاش شايف السن، انا ببقى شايف الكلال بس اللي جوه، وشايف جزئيه صغيره جوه الكلال، تفصيله صغيره تكبر، وبقيت الفيلد ما بقاش ظاهر. وصلت يعني ايه؟ كل ما بعلي الماجنيفيكيشن كل ما الفيلد اوف فيجن بتاعي بيقل، ولسه ما خلصتش. ايوه شكرا يا دكتور. شكرا استاذ. طبعا كل ما بتكبر. حمدي اقفل المايك يا حمدي. دكاترة من فضلك، وهقول تاني، كل اللي يخش يتأكد ان المايك بتاعه ميوت علشان ما يعملش ايكو، عشان ما يقطعش المحاضرة. كل لما بكبر، كل لما بعمل ماجنيفيكيشن، فبحتاج اضاءة اكتر، فعشان كده ممكن نستخدم اكسترنال لايت، ممكن نستخدم اوفر هيد لايت. ده السيرجيكال مايكروسكوب، دي اشكال مختلفة وانواع مختلفة، ولكن عايزك بس تبقى عارف معلومة ان هو بيبدأ من فوق ال 8 اكس. دي شكل الاكسس كافيتي تحت الميكروسكوب، دي اشكال مختلفه. ممكن بص، دي بقى اللي احنا عايزين نتكلم عنها يا ست البنات. انا هنا مثلا الماجنيفيكيشن ده 6 اكس، فانا شايف الكانالز كلها، انا شايف الاكسس كافيتي كلها. لو كبرت عن ال 6 اكس انا بقيت شايف الاكسس كافيتي، انا بقيت شايف بس كانال لوحدها. ولو كبرت كمان انا مش هشوف الكلال، ده انا هشوف جوه الكلال، اشوف، ممكن اشوف الابيكال فريم، يبقى شايف الكلال كله. من التست اللي ممكن نستخدمها، الاختبارات اللي ممكن نستخدمها في الدياجنوز، كنا بنستخدمها زمان في الاوبتو، ان انا ممكن اجيب اللايت كيور واظلم اليونت واحطه على السنه. لو السنه الطبيعي بتاعها ان الانامل بيبقى شفاف، فيعدي منه النور واشوف كده. لو في كراك زي هنا دايما معايا، لو في حشوه زي دي تضلم معايا، لو في كيز يضلم معايا، ده بنسميه ترانس اليمينيشن. ده اكشن دي على كيز، على كراكس، على الفيتاليتي، على التيس فيتاليتي. يعني هنا زي الصوره اللي فاتت دي الصغيره دي، انا شايف هنا الكراك، الكراك واضح قوي. ممكن نستخدم الداي، ممكن نستخدم الداي ديتكتور، اللي انا بحط صبغات على نسبة على الكيرز، على الأماكن في السنة اللي فيها نسبة الفلويد، نسبة المية أعلى شوية، تبتدي تاخد صبغات، وتبتدي الصبغات تاخد درجات مختلفة على حسب نسبة الكيرز. كل ما يعلى نسبة الكيرز الصبغة تغمق شوية.
ممكن اكشف بيها على الكيز، ممكن اكشف بيها على الكسور. دي بنسميها الدايت ديكت او الستيلينج تيست. هنا لو اخد بالي هي كاتبه لي على كسور، هنا كسر اهو، فراكشر كراك لاين. البالب تيست ممكن استخدم، انا عايز اكشف على العصب اشوف العصب ده حي ولا ميت. ممكن اكشف بطريقتين، على العصب كعصب او على البلاد فيزل اللي جوه البالب سبيس، يبقى نيورال نيورال اكزامينيشن او فاسكولار اكزامينيشن. النيورال اكزامينيشن ممكن استخدم فيه درجات الحراره المختلفه، ثيرمال يا اما ساقع او سخن، بارد او دافي. ممكن استخدم الكترونيك او الكتريكال بالب تيستينج، او اخر حاجه وما بلجأهاش على طول، دي اخر حاجه لو مش عارف اعمل دايجنوزز، الكافيتي تيست. الكافيتي تيست ده ان انا بجيب براون بير العيان مش واخد بنج وببتدي استخدمه من غير كولنت على البنتين، يشوف العيان هيحس ولا مش هيحس. لقينا ان النيورال اكزامينيشن او النيورال تيست مش دايما بتبقى صادقه، لان في بعض الاوقات ممكن يبقى عندي كانال افكتد وكانال عايشه. فيبقى الكنال العايشه تدي بوزيتيف ريسبونس والكنال الميته تدي نيجاتيف ريسبونس، فما يبقاش النيورال تيست دايما صادق. ممكن يبقى السنه بيطلع منها بس والعيان بيحس، لان في عنده لسه بالب تيشو ريمينينج، بالب فايتال بالب تيشو. فبدانا نفكر في طرق تاني، فبدانا نستخدم الفاسكولار تيست ان انا اشوف البلاد سبلاي بتاع السنه اخباره ايه. استخدمنا نوعين من الفاسكولار تيست، استخدمنا الليزر دوبلر فلوريمتري والبالز اوكسيمتري. ويهمني قوي انك تعرف الليزر دوبلر فلوريمتري بيعمل ايه والبالز اوكسيمتري بيعمل ايه، هنجيلهم كمان شويه في اماكن. نتكلم دلوقتي عن النيورال تيست. لو اتكلمنا الثيرمال الهوت تيست، ممكن الثيرمال تيست ممكن يبقى ارفع درجه حراره او درجه حراره قليله، يعني ممكن بالسخن او بالبارد. بالهوت تيست ممكن جت بركه ادفيها، ممكن الرابر كاب اللي كنا بنعمل بيه فينيشنج وبولشنج للسنان بعد لما بنعمل سكيلينج، ممكن استخدم الرابر كاب اخليه يعمل فريكشن على السنه، العيال هيحس ولا لا. الجهاز ده اسمه سيستم بي، اللي على ايدي الشمال تحت. سيستم بي ده يا ولاد عباره عن ايه؟ عباره عن بانل كنترول بانل زي اللي احنا شايفينها، اقدر اعلي واقلل بيها درجه الحراره، وطالع منها الهام بيس اللي تحت دي. الهام بيس دي فيها زي زرار ادوس بيه على ايدي يوصل الحراره للتب. اقدر اتحكم في درجه الحراره، انا عايز 200 150 110 3 2 زي ما انا محتاج. ادوس على زرار اللي هنا عند الهاند بيس، يبتدي تنقل لي درجه الحراره للطب بتاعه الجهاز وابتدي استخدمها. بستخدمه في حاجات كتير، اقطع بيه جتا بركه، استخدمه في التست، استخدمه في الاوبتيوريشن، ليها حاجات كتيره جدا، ابلكيشن كتيره ممكن استخدم فيها سيستم بي. خد بالك انا ممكن اجيب لك في امتحان صوره جهاز، يعني مثلا الصوره دي الجهاز ده احط لك الصوره ده في الامتحان واخبي لك الاسم، اشيل الاسم ده واقول لك قول لي الجهاز ده اسمه ايه، تكتب تحتيه مثلا سيستم. ممكن اجيب اناسمنت ادفيها، اجيب برنشر، اجيب كوندنسر، اجيب بيكاتومس هوت اناسمنت واحطها على السنه، بس دي احنا مش بنفضلها قوي لان احنا مش قادرين نحكم درجه الحراره، احنا ممكن تبقى سخنه جدا ممكن تاذي التشو، فاحنا نحب الحاجات الكنترولبل. وممكن اعمل حمام ميه دافيه. حمام ميه دافيه ده ان انا اعزل السنان كلها احط عليها رابر دام واجيب الميه الدافيه في السيرنج مثلا او حاجه وابدا اجربها على سن السنان. النوع الثاني من الثيرمال تيست البارد، ان انا اجيب حته ثلج، بس حته الثلج تعمل مشكله تسيح، فممكن الميه اللي بتلقط تيجي على كذا سنه فيبقى عندي فول سنسيشن. ممكن اجيب صباع بتاع بينج احطه في، يكون محطوط في الثلاجه اطلعه واحطه على سنه سنه. ممكن اجيب ايس رود، ممكن اجيب دراي ايس، وممكن اجيب استخدم سبريز. وبرده الهوت والكول تيست ممكن ما يكونش حساس قوي، يمكن الطرق بنستخدمها زمان، وزي ما كنا بنستخدم الهوت باث ممكن نستخدم الكول باث. هيعلى معانا شويه الطريقه اللي نعمل بيها تيستنج للبلود فيزل سوري اسف للبالب تيشو، فممكن نستخدم الكتريك بالب تيست. الكتريك بالب تيست ده عباره عن ايه يا ولاد؟ عباره عن فيري لو الكتريك كارنت، الكتريك كارنت ضعيف قوي. يعني انت مثلا لو مسكت
لو مسكت بطارية قلم جافة اللي بيحطها في ريموت كنترول ولا حاجة ولمستها بلسانك تلاقي منها لسعة صغيرة. الالكتريك بايب تيستر مش هيكون اعلى من كده. بنعرف نستخدم الالكتريك بايب تيستر، بنحطه على السنة اللي بتشتكي، بنحطه على سنة سليمة، بحطه على السنة اللي انا شاكي منها وبحطه على سنة سليمة، بقلل خالص الالكتريك كارنت بتاعي وابتدي ارفعه واحدة واحدة لحد ما العيان يحس، لحد ما العيان يديني احساس. بعمله الاول على سنة سليمة وبعد كده على السنة اللي عندها مشكلة، اللي انا بقيسها عايز اشوفها هي عايشة ولا لا. ندى ممكن تقري معايا ست البنات؟ أيوة يا دكتور، مع حضرتك. اقري يا ست البنات. Electric bulb testing passage of high frequency pulsating current 5 2 من 5 ل 15 3 مللي سكند، ده قليل جدا. من 5 ل 15 مللي سكند ده حاجه صغنونه جدا، اقل كمان من البطاريه. كملي يا ست البنات. high voltage and very low current intensity. High voltage, high intensity. voltage and very low current intensity. يعني شدته ضعيفة جدا، قليلة جدا، تمام؟ Then gradually increasing the intensity intensity of until the patient feel. ما بستناش، تسلمي يا ست البنات، تسلمي يا ولاد، في المايك بتاعك. ما بستناش يا ولاد العين يتوجع، ما بستناش العين يتلسع. أول ما العين يحس أبتدي أوقف أشوف قراية البالب تيستر عند السنة الفايتال قد إيه، وقرايتها عند السنة اللي أنا بفحصها قد إيه. ده شكل الجهاز، بتبقى دي اسمها الليب كليب، دي بتتعلق على الشفة، على الشفة، ودي الطب بتتحط على السنة بحيث ان انا اقفل الدايرة وافضل اعلي الباور واحدة واحدة. انا شايف هنا الفولتج وانا بعلى بروح واحدة 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 لحد ما العين يجيني احساس. طب سؤال يا دكتور بعد إذنك، قول لي يا حبيبي. هو الـ هنا بتختلف الرقم، هنا بيختلف من عيان للتاني ولا كله موحد؟ بيختلف من عيان للتاني ومن سنه للتانيه، علشان كده احنا قلنا بنجربها الاول على سنه سليمه في البيشنت. البين ثريشولد يختلف مني ليك، يعني انا ممكن ستيمولس بسيط يوجعني وبالنسبه لك ما ياثرش معاك، فعشان كده مش كل العيانين بتبقى قرايتهم زي بعض. فانا بقارن عند العيان بالسنه اللي انا عارف انها فايتال ما فيهاش مشكله، وبقارنها بالافكتد او الاوفندد توث اللي انا بعمل عليها الاكزام، تمام؟ طب ماشي يا هل حبيبي. لها عوامل بتتأثر بيها ولا ملهاش؟ ايوه، احنا الكلام ده المفروض درسناه في الجراحه او هندرسه في الجراحه. في حاجه اسمها البين، البين فري شولد للبيشنت. انت عضلتك تقدر تشيل 100 كيلو، انا عضلتي ضعيفه تشيل 10 كيلو. ندى مثلا عضلتها اقوى مني تشيل 15 20 كيلو. نفس الكلام في البين فري شولد او الاحساس بالالم، الصبر على الالم. في انديفيدوال، في بني ادم احساسه بالالم قليل وفي بني ادم احساسه بالالم عالي. فدي فروق شخصية، فروق فردية بين الأفراد، تمام؟ معلش يا دكتور، سؤال. قول لي يا حبيبي. هو ده بيقيس ال vital وال non vital بس، ولا هو يعني مثلا لو في لو ال يعني لو ال bulb لسه في عايش يعني؟ هضربك بالنار. اسمك ايه؟ محمد سليمان. بص يا سليمان، احنا دلوقتي بنعمل اللي احنا بنتكلم عليه ده النيورال اكزامينيشن. احنا قسمنا السلايد اللي قدامنا مكتوب فيها البالب تيست، ممكن عندنا نيورال اكزامينيشن، نيورال تيست، او في حاجه عندي اسمها فاسكيلاريتي او بلاد فيزل تيست. احنا دلوقتي اللي بنعمله ده الاكزامينيشن ده بتاع النيورال، بتاع النيرف. طول ما النيرف عايش بيحس، ولكن بيختلف توصيله الاعصاب، الكوندكتيفيتي بتاعت النيرف بتاعتك عن النيرف بتاعتك. بيختلف الكوندكتيفيتي بتاعت الافكتد نيرف بالهيلثي نيرف. عشان كده احنا الاول بنقيسه على vital healthy tooth في البيشنت ونسجل قرايته، وبعد كده نقارنها بالسنه الافكتد، السنه اللي عندها مشكله. وصلت يا دكتور؟ شكرا. هو انا بس عشان ما حضرتش الحته دي بس. مفيش مشكله يا حبيب قلبي. بعد كده الكافيتي تيست يا اولاد هو عباره عن ايه؟ ان انا بجيب خلاص فشلت معايا كل الطرق، كافيتي تيست ده اخر طريقه استخدمها. يعني استخدمت النيورال تيست واستخدمت الفاسكولار تيست وكل فشل وما بقتش عارف، واستخدمت اللوكال انستيك، استخدمت كل انواع التيست ما بقتش عارف اعمل ايه، ساعتها بستخدم الكافيتي تيست. الكافيتي تيست ده عباره ده ديستراكتيف بقى، عباره عن ايه؟ ان انا بجيب براون بير وببتدي استخدمه على الدنتين من غير كولوم، من غير بنج، ابتدي احطه على السنه. اول ما العيان يحس
اشوف العيان هيحس ولا مش هيحس. ده destructive test irreversible test، ما بستخدمهوش الا ده خلاص ده last resort بتاعي، اخر حل عندي. طيب النيورال تيست زي ما قلنا مش دايما بيبقى دقيق، لان العيان ممكن زي ما احنا قلنا دلوقتي احنا بنتكلم في فاريشن من بيشنت لبيشنت، اللي بالنسبه لي يوجع ممكن بالنسبه لك ما تحسش بيه، وبعدين في فاريشن جوه السنه، ممكن يبقى عندي كذا كانال، بالب سبيس في البالب كانال ميت وكانال تانية البالب فيها عايز، فيبقى بيديني فولس ريدنج العيان يحس بس السنه اصلا ميت. فبدانا نفكر في اسلوب تاني، بدانا نفكر في ستات تانية اللي هي الفاسكولار. هناخد من الفاسكولار تيست الليزر دوبلر فلومتري، الليزر دوبلر فلومتري تيست، ونستخدم ونعرف البولس اوكسيمتري. البولس اوكسيمتري ده يا اولاد بيشوف الاكجل تنشن في البلد. فاكرين لما بدات هوجه الكورونا عرفنا ان في حاجه بنحطها على صباع العيان كده بتدي نور، وبعد كده تديني قرايه تقول لي الدي او 2 نسبه الاكسجين في دم العيان قد كذا. ده جهاز البلز اوكسيمتري، ده جهاز زي صباع بيتحط على صباع العين بيطلع نور يبتدي يقرا نسبه الاكسجين اللي في دم الانسان. ما يقراش بس نسبه الاكسجين، لا ده كمان بيقرا البلس ريت، الهارت ريت، الهارت ريت بتاع العين. البلز اوكسيمتري في عملنا منه فيرجنز جديده تقيس بيها التنشن الاكسجين تنشن في السنين للاسنان. الليزر دوبلر فلومتري ده بيشوف البلاد فلو، بيشوف سريان الدم. يبقى انا عندي طريقتين اشوف بيهم الدم، اشوف الفلو بتاع الدم ماشي قد ايه، وطريقه تانية بشوف الاكسجين اللي في الدم نسبته قد ايه. ناخدهم بالتفصيل. الليزر دوبلر فلومتري يا اولاد هو عباره عن ايه؟ فكرته زي ما احنا قلنا ان هو بيقيس، بشوف بيه البلاد فلو. عندي اتنين رد، واحد بيبعت الليزر، واحد بيستقبل، واحد بيبعت البيب، واحد بيستقبل البيب. بحط الاثنين على السنه، ما اقدرش احط الاثنين على السنه من غير عازل، لان ممكن تقرا غلط من السنه جنبها، تقرا غلط من الجين. فبعمل ايه؟ بحطهم جوه رابر بيز زي كده، بحطهم جوه امبريشن ماتيريال وبيبصوا على السنه، هما الاثنين بيروحوا نفس السنه، واحد يبعت البيب والتاني يستقبل البيب. بعت 10 رجع لي 3 او رجع لي 4 او رجع لي 5 ونسبة الانحراف بتاعة الليزر، ساعتها بعرف البلاد فلو قد ايه. هعرف حاجة في الليزر دوبلر فلومتري، ده منظر الجهاز يا ولاد، القرايات بتاعته، البريباريشن انا بحطها ازاي، البروب الاثنين بروب، البروب بيبعت الاشارات وبيستقبل الاشارات، منظرها جوه بق العين. البلز اوكسيمتري زي ما قلنا قبل كده، اول ما كنا بنشتغل بيه كنا بنشتغل بيه على جسم العيان، امسكه على صباع العيان فيبعت الريز بتاعته يشوف الاكسجين تنشن، نسبه الاكسجين في دم الانسان قد ايه. عملنا منه واحد زي اللي احنا شايفينه فوق ده يمسك على السنه، فنقدر نشوف الاكسجين تنشن في دم العيان في سن في البلب بتاع سن العيان. It measure the oxygen supply in the pulp blood flow. دكتور عبد الرحمن يعني مثلا بعتنا 10 ورجع 10 كده السنه ميته؟ لا بلب. واحده واحده، ما احنا هنقول ده كل ده بالتفصيل دلوقتي. حد اسمك ايه؟ انا احمد السيد. اقرا يا ابو حميد، اقرا معايا كده اسس للبلز اوكسيمتري، بيأسس البلد اوكسجين ساتوريشن بيعمله ازاي. انا عندي في 2 ويف، بستخدم 2 ويفز 640 و940، عندي ريد لايت 640 نانومتر وانفرا ريد لايت 940 نانومتر، تمام؟ الاثنين دول بيخبطوا في التيشن، احنا دلوقتي بنتكلم على بلز اوكسيمتري، تمام؟ امتصاص الاكسجينيتد بلاد بيختلف عن امتصاص الدي اوكسجينيتد بلاد، تمام؟ اقرا كده معايا، اقرا شوف البوينت اللي بيشاور ابزوربشن اوف ريد لايت اوكسجينيتد هيموجلوبين. الريد لايت لو امتص يبقى ده اوكسجينيتد هيموجلوبين، ابزوربشن اوف انفرا ريد لايت يبقى ده دي اوكسجينيتد بلاد او دي اوكسجينيتد هيموجلوبين. فانا عندي انا ببعت اثنين ريز، ببعت ريد لايت اللي هو 640 وببعت 940، اللي هيمتص اكتر ده معناه ان نسبه على نسبه كمان امتصاصه اعرف ان في
في اوكسجينيتد بلاد ولا دي اوكسجينيتد بلاد، ونسبه كمان الامتصاص تقول لي نسبه الاكسجين قد ايه في الدم. ماشي يا حبيب قلبي، ده بالنسبه لايه؟ للبلز اوكسيمتري. ماشي يا سيدي، بعد كده في عندي انواع تانية نقدر نشوف بيها. فاكرين يا اولاد اللي بيلعبوا جيمز بيبقى عندك في نايت فيجن في الحروب، بتحط نظاره على عينك كده في النايت فيجن تشوف الصوره مختلفه، تشوف الالوان اخضر لو في نار او انفجار تلاقيه احمر. كان برضو في الافلام بتاعت الالين تلاقي الالين ما بيشوفش زينا، بيشوف درجات حراره، فيشوف البني ادم اللي ماشي يشوف مخ احمر وقلب منور احمر، وبعد كده يشوف جسمه بيبتدي يفيد الالوان. نفس الموضوع في كاميرا حراريه احنا بنستخدمها بتعمل نفس الموضوع ده. تمام، بتقدر حتى بص حتى على السنان تحت يا دكاتره، عشان هنا عندنا مثلا في البالب سبيس في الـ في الـ في البالب تشامبر نسبه البلاد فيزلز او نسبه البالب هتبقى اكتر، فتلاقيها محمره شويه وبعد كده تبقى تفيد الكالرز تفيد فيها. الكاميرا دي بقى لها تقريبا 4 أو 5 سنين اتعملت تطبيقاتها في الطب، بقى لها حوالي 10 سنين، بقى لنا 4 أو 5 سنين بدأنا نعمل تطبيقات دي في الاسنان، وبتقدر تشوف درجة الحرارة لحد 0.1. ممكن نستخدم ايه تاني يا ولاد في الاكزامينيشن؟ اكس رايز. الاكس رايز في عندنا انترا اورال اكسترا اورال، انترا اورال زي البريانيكال اكس راي، الاوكلوزال اكس راي، اكسترا اورال زي البانوراما، زي اللاترال سيفالومتريك اكس راي. الاكس رايز في منها نوعين، زي ما كان عندنا الكاميرا زمان كنا بنصور بفيلم وبعد كده بقينا بنصور ديجيتال بسنسور، نفس الموضوع عندنا في الاكس راي. في عندنا منها الكونفنشنال اللي بصور على فيلم واحمضه في احماض، وفي منها اللي بصور بديجيتال سنسور يتحط في بق العين يلقط الصوره يطلعوا يا اما بسلك على إيه؟ على 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 مونيتور على كمبيوتر، او بحطه جوه سكانر يقراها ويحط لي الداتا على المونيتور. لو يا ولاد الدنيا مش واضحه وقفني واسالني. انا اقول تاني دكتور بعد اذنك، هو انا ازاي هحدد هستخدم اني تكنيك منهم؟ من ايه يا حبيبتي؟ من التكنيكس دي كلها علشان اتست البلد. طيب احنا دلوقتي بنشوف التطور، بنشوف الانسمنت اللي نقدر نشتغل بيها. انا بشتغل على اللي عندي، يعني انا ما عنديش في العياده الكاميرا. ان انا عندي مثلا في العياده في الكترونيك بالب تيستر، انا عندي بالز اوكسيمتري على حسب الانسمنت اللي عندي. ولما تعرفي الدياجنوستيك ايدز دي تعرفي وانت بتشتري وانت مجهزه عيادتك تجيبي اي واحد منهم. لو ما عندكيش اي حاجه من الحاجات دي بنرجع لحاجات كنا اخدناها في الكليه اللي هي في الشابتر بتاع البالب والابيكال ديزيز، الساين والسيمبتوم بتاعت البيشنت والاكس راي. تمام يا دكتور. الراديوجراف زي ما قلنا عندنا في انترا اورال واكسترا اورال. الانترا اورال والاكسترا اورال اكس رايز في منها ديجيتال وفي منها كونفنشنال. الديجيتال زي ما قلنا في بيبقى بواير زي اللي احنا شايفينها على ايدينا الشمال، السنسور ماسك في واير، الواير واصل بالكمبيوتر. دي الار في جي الراديو فيجوال جرافي. وفي عندي نوع تاني بيبقى السنسور رفيع ما بيبقاش ليه سلك، بحطه في بق العيان يقرا، وبعد لما اخد الاكس راي بقوم مدخله جوه سكانر، ادخله جوه سكانر يقراه وينقله للكاميرا سوري للكمبيوتر. الفرق ما بينهم ان الار في جي بيبقى تخين فبيبقى صعب ان انا احطه في بق العيان مش في كل الاماكن اللي يوصل. الصغير بتاع الديجوره اللي هو الكوردلس حلو جدا ولكن مشكلته رفيع قوي عامل زي ورقه البفره، لو سندت عليه لو اتحط عليه قلم يبوظه. وبعدين السكانر بتاعه اغلى شويه نسبيا من الار في جي. اسمه فور اكسس كافيتي بريباريشن يا ولاد، عشان افتح الاكسس بتاعتي انا عندي كذا عامل. لما كنت بشتغل في الاوبرتيف انا بشتغل في 2 3 5 مللي تكلف، فبستخدم البيرز العاديه. لما هبدا اشتغل في الاندو انا عايز اظبط البالب سبيس على الاقل، الكراون بتاع السن على الاقل هيبقى طوله قد ايه؟ 7 8 10، انا محتاج البير بتاعي يبقى الشانك بتاعه اطول شويه. يبقى هبتدي استخدم بيرز
اول بير هستخدمه راوند بير على لونج شانك. ليه راوند بير يا اولاد؟ لان الراوند بير اكسكافيتر. اللي فاكر في الـ في الـ في الـ في السكشن الاسبوع اللي فات لما خدنا الاكسس كافيتي بتاعت الانتيريور تيس، قلنا ان احنا بنجيب راوند بير بنعمل بيجين اكسس من الالم الجنتين ثم من الجنتين لبعض، وبعد كده بنعمل حاجه اسمها دي روفنج الكاتش باخده اطلع بيه عشان اشتغل اكسكافيت، اعمل اكسكافيشن. اللي يعمل معايا اكسكافيشن الراوند بير، اللي يعمل معايا جين بهاء اقفل المايك، بهاء خليفه اقفل المايك، اللي يعمل معايا جيننج اكسس الراوند بير يا ولاد. ولكن عشان افتح اكسس اروح كل انزل كل الدبس ده انا عايز لونج شانك، فبستخدم الراوند بير على لونج شانك اللي هو بنسميه سيرجيكال. لو عندي كراون فوق السنه عايز اقطع في الكراون، لو الكراون ده ميتل بستخدم حاجه اسمها ترانس ميتل بير. ترانس ميتل بير ده بيبقى اند كاتنج زي ما انا شايفه من فوق، يقطع من فوق ويقطع من الجنب عشان يبقى عنده القوه ان يقطع في الميتل. البريشس والنون بريشس الوي، البريشس والنون بريشس ميتل. انما الراوند بير العادي البيرز العاديه ما تقطعش، هتقطع في الميتل بس هتتبدي بسرعه، هتتبهدل، هتعمل هيجيليش. طب يا دكتور انا هعمل ليه اندو وسن عليها كراون؟ مشيل الكراون الاول دي هنتكلم بعدها. ايه بص دي بقى نتكلم فيها في الريتريتمنت، ركز في الانسمنت دلوقتي ما كان نتكلم في الجزئيه دي. ماشي يا حبيبي. الابروتش بتاعي في الـ في الـ في الـ في النون سيرجيكال ريتريتمنت ممكن اشيل الكراون، ممكن اقص الكراون، ممكن اخرم الكراون من فوق. مش كراون وبس، انا ممكن يكون عندي ريستوريشن عايز اشيل الريستوريشن او افتحها، ممكن السنه اللي عايز اعمل لها علاج جذور ممكن يكون فيها ريستوريشن امالجم، ممكن يكون عندي كراون ميتل ممكن افتحه او اقطعه. لو احتجت لو انا هقابل ميتل بريشس او نون بريشس اللويز هستخدم اليوبير يا ولاد اسمه ترانس ميتل بير. واعرف شكل البيرز دي، كل الصور دي يا ولاد مهمه، الصور دي ممكن تجي لك في الامتحان. يبقى اسمك ايه اللي كان بيسالني؟ انا احمد سعد برضه. ابو السيد اقرا يا ابو السيد. ترانس ميتل بير، ترانس ميتل بير ميتال كاتنج بيرز فور كاتنج ثرو بريشس اند نون بريشس ميتاليك ريستريشنز. ميتاليك ريستريشنز. تسلم يا حبيب قلبي. خد بالك دي ممكن تيجي في الامتحان، الصور دي ممكن يجي منهم صور. راوند دايموند بير، الراوند دايموند بير احنا كنا قلنا في الكربايد الاول ده فتح استخدمناه لو شغال في 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 تو ستراكشر. لو هشتغل في بريشس او نون بريشس ميتال الويز بستخدم ترانس ميتال بير. لو على الميتال ده لو كراون في بورسلين فوق الميتال ده يبقى انا لو استخدمت الراوند بير العادي او ترانس ميتال بير هيكسره لانه عامل زي حته الازاز، فاستخدم بيرز ابريسل، فاستخدم الراوند دايموند بير. عبد الله فوزي اقرا كده معايا راوند دايموند بيرز يا عبد الله. عبد الله فوزي انا فتحت لك المايك يا عبد الله. طيب قول لعبد الله اللي انا اديت عليه وما كانش موجود. احمد جبران افتح المايك بتاعك يا احمد واقرا معايا. دكاترة بعد اذنكم اللي قاعد معايا يبقى قاعد موجود، مش حاطط مش فاتح البرنامج ومشي. فبعد اذنكم لو رديت على حد بعد كده وما ردش انا هتضايق. راوند دايموند بير اتيوز فور اكسس كافيتي بريباريشن ان بيس وذ بورسلين كفرج اور سيراموميتال ريستوريشن. ليه؟ عشان يعمل ابريجن، يبقى ابريزف، ما يكسرش الميتال، سوري ما يكسرش البورسلين. Extended shank drumber لو انا هشتغل سنه البالب سبيس بتاعي بعيد شويه فبحتاج surgical drumber، بس بحتاج الشانك بتاعي يبقى طويل، رقبه البير تبقى طويله عشان اعرف اوصل للبالب سبيس البالب شامبر البعيد اللي دي بالب. يا دكتور دي تاني كده لو سمحت. عايز ايه عطف؟ السلايد اللي عدى بس لو سمحت تاني. نفس قلناها قبل كده على راوند بير او راوند بير يا عطف، ان انا عندي في شورت راوند بير وفي لونج راوند بير. في البيرز بتاعتي مكتوبه بيرز عاديه او سيرجيكال بيرز. سيرجيكال بيرز رقبه البير الشانج بتاعه بيبقى طويله عشان انا البالب سبيس في الغالب بيبقى بعيد. تمام ماشي. مش زي لما بفتح كافيتي في الاوبريتيف بالظبط كده. طب عايز ابعد شويه، ففي بعض في بعض الاوقات تبقى البير بتاعي قصير، طب احلها ايه؟ بجيب اللونج شانك بير يبقى رقبتها طويله شويه. تمام يا دكتور. فتحنا الاكسس، خرمنا، عملنا جين اكسس من الانامل الجنتين وبعد كده من الجنتين لبالب، عايزين نعمل دي روفنج، عملنا
دي لوفينج لقينا الكاتش واخدناه طلاله دي. بعد كده عايزين نعمل راوديشن للوول بستخدم بيرث فور لاترال كاتنج. لاترال كاتنج وفليرنج زي ايه؟ زي التيبل دايموند بير اللي كنا بنستخدمه في الكراون بتعمل بير ريدكشن في الكراون. اول واحد ده تيبل وراوند اند كاتنج تيب. بس في بعض الاوقات من غير ما اخد بالي التيب الطرف ده يقوم يخبط في البالب سبيس يكسر في الـ في الـ في, الـ في الماب البالب ماب اللي تحت ممكن يعمل لي كمان بيرفوريشن. فبدأنا التب دي نخليها سموث. ماشي يا حبيبي مش مشكلة. فالبير ده خلينا التب بتاعته سموث. بعدنا سيف تب او لون كاتل ان تب الدامن بير يبقى يقطع لاتري وما يقطعش من النهاية بتاعته. بس عايز اقولك حاجة مهمة، ايفن لو كان البير بتاعك سيف تب او سيف اند ابدا ما تخليهوش يلبس البالبال فلور. لان ايفن لو هو سموث لو سيف تب وتحط على البالبل فلور اتحط على الجلوتين لازم هياكل فيه. تخيل انا جايب حلة جايب اي مثل ناعم معلقة وحطيتها على الديسك الخشب بتاعي قعدت الفاهي مين شفاهي مين شمال مهما كانت سموث هتعمل علامة في الخشب. ما بالك بقى ببير بيلف جامد ومحطوط على السلة حتى لو سموث لازم هيعلم في السلة واحنا مش عايزين نعمل الكلام ده. بعد كده زي الفيشر بير في بير تيبل زي عامل زي الفيشر بير بس تيبل ونهايته سيف اند بنسميه الاندو زي بير ده بتاعنا بتاع الاندو. لو ما عندكش اندو زي بير ممكن بتجيب التيبل دايموند بير تشتغل بيه لو مش لاقي الاندو زي بير او التيبل والسيف اند. الاندو زي بير عامل زي الفيشر بس تيبل وفي نفس الوقت التيب بتاعته نون كاتل ما تقطعش. في بير تاني اسمه الاندو اكسس بير هو ده عامل زي الدايموند تيبل هو تيبل ولكن نهايته فيها بول وكلها كاتنج. بنستخدم دول البيرز دي فين؟ بنستخدمها في اللاترال كاتنج بنستخدمها في الفليرنج بنستخدمها في السموثنج اوف ذا وول. ما بنستخدمهاش ابدا واحنا بنفتح الاكسس. واحنا بنفتح الاكسس بنفتح براون بير وبنعمل دي روفينج. مهمه جدا يا اولاد الملاحظه دي عشان تبقى اندودونتست شاطر عايز تفتح اكسس كويس. ودي قلناها المحاضره اللي فاتت عشان تفتح اكسس كويس عايز تعرف شويه اناتومي تفتحها ازاي. بشتغل على الكاتش لما الاقي كاتش اخده واطلع منه مفيش كاتش خلاص. بعد كده البروب بتاعنا بيبقى ستريت الاكسبلورر بتاعنا بيبقى ستريت علشان نقدر نتاكد دي ناحيتين ممكن تبقى ناحيه ستريت ممكن تبقى ناحيه كيرفد او يبقى فيها انجل. بس انا ببقى محتاج الستريت علشان اقدر اعمل بيها ستريت لاين اتاكد عندي ستريت لاين اكسس الارض. مين يقرا معايا؟ احمد الريس اقرا معايا يا احمد. يا دكتور اقرا يا حبيبي. الاكسبلورنج انسترومنت ذيس انسترومنت ار ديزايند تو اكسبلور اند لوكيت لوكيت ذا كانال اورفيس افتر after the bulb chamber has been the roof. تسلم يا حبيب قلبي. يعني بعد لما بشيل كل الروف بمسك الاكسبلورر علشان اعرف اماكن الاورفيس بتاعتي. تسلم يا احمد. احمد حسن عبد الوهاب كمل معايا يا احمد. ايوه دكتور محضرتك. endodontic explorer endodontic explorer it has a straight long working part طويل صح straight long working part it's the largest it's the greatest in finding canal orifice finding canal orifice. تسلم يا حبيب قلبي في المايك بتاعك. يعني انا احسن حاجات احسن instrument استخدمه عشان اعرف الاورفيس بتاعتي فين الاكسبلور. في حاجه اسمها السموث ابروتش ده عامل زي الفايل بس جنابه نعمل من جنابه ودي برضو بقدر استخدمها ان انا الوكيت الاورفيس بتاعتي ممكن اعمل بيها بيتنسي. يعني ايه بيتنسي يا اولاد؟ لو انا عندي عربيه لو عندي طريق صحراء وعايز اخش فيه افتح طريق ارض صحراء وعايز افتح فيها طريق عشان اعدي ما ينفعش اجيب عربيه سيدان واخش مره واحده. لو خدت عربيه سيدان ودخلت هتزنق في الرمله هتغرز هتتكسر من الطوب. اعمل ايه؟ اجيب عربيه ضخمه كبيره وابوظ غلط عربية نقل كبيرة ودخلها تمشي مرة واثنين وثلاثة فتمهد للطريق. نفس الموضوع مش كل الفايلز تقدر تخش في كل الكنال. وبعدين الكنال الفيرجن كنال ما بتبقاش
طريق ثابت مفتوح، لا لا لا، هي بتبقى حته ضيقه وحته واسعه، حته يمين حته شمال. فعشان افتح طريق اساسي ثابت جوه الكنال يخش عليه بعد كده الفيران بسهوله، بعمل حاجه اسمها البيتنس. فكده السموث بروتش ممكن استخدمه ان انا ادور على الاورفيس، اورفيس ديتكشن، اكسبلوريشن اوف ذا روت كانال دايركشن، وبعمل بي بيتنسي، بفتح بيه طريق اند كرييت سبيس فور باربد بروتش. بعد كده جبنا حاجه زي الفايل زي الكي فايل وحطناها على هاندل سميناها المايكرو اوبنر. هيبقى في عندنا حاجه اسمها مايكرو اوبنر ومايكرو ديبرايدمنت، اعرفهم من بعض شكلهم، فرقهم من هنا. لو التيب دي رفيعه هيبقى ستريت، سوري لو سموث هتبقى ستريت بروب او بروتش. لو محطوطه على حاجه عامله زي الكي فايل يبقى ده اسمه مايكرو اوبنر، وده بقدر استخدمه برضو عشان الوكيت دي، بيبقى التيبر بتاعه من 0.4 ل 0.6، يبقى تخيل شويه. بعد كده نخش على الايزوليتنج اليسمنت اللي هي الرابر دام. الرابر دام يا ولاد بيتكون من ايه؟ الرابر دام كيت بتتكون من ايه؟ بتتكون من شيء اللي هو حته الرابر اللي بحطها في بق العيان اللي هي الحته اللي ورا رقم واحد دي، كلامبس زي الكلامبس شايفها مخصوصه تحت بعض، اللي بتمسك الرابر شيت على السنه، وبعد كده فورسيت الدم الكلامب. انا ما اقدرش امسكه بايدي لانه في اكتف ارم، عايز امسكه وافتحه، يبقى في عندي خرمين جواه بمسكهم بالفورسيت بتاعي. فريم علشان اشد الفريم ده، الفريم يا اولاد علشان اشد عليه الرابر شيت، خرامه زي خرامه الحزام او زي خرامه الجزمه، سوري في التشبيه يعني، عشان اقدر افتح بيها خرام على حجم الاسنان جوه الشيت بتاعي. ما ينفعش اخرم الرابر شيت ببروب مثلا، لان في حاجه اسمها كاك بروباجيشن، لو الخرم مش مظبوط مش اول راوند بدور ممكن يتشرخ معايا يتفلق معايا الشيت لما اشده افتحه واقفله. تامبلت لو شايف الاخرام دي شكل الاكس والاخرام دي، دي حته كرتونه او حته بلاستيك وقويه عليها الرسمه دي مرميه ورا الشيت. في بعض الاوقات عشان احدد مكان الاسنان اقدر احطها على التمبلت واحط نقط بالاقلام، احط بالقلم نقطه 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 وبعد كده اخرمها. في بعض الاوقات بنحتاج مقص. في الاكسسوارز اللوبريكنت والدنتال فلوس ورابر دام نابكن. رابر دام نابكن واللوبريكنت ممكن نعتبرها اكسسوارز، انما الدنتال فلوس يا اولاد من الاساسيات. الدنتال فلوس استخدامها مهم جدا، لان لا قدر الله لو واحد من الكلامبس دي انكسر ربع يطير، ممكن يطير في زور العيان او يطير في عين العيان. فانا بمسك دايما الكلامب بمسكه بيبقى فيه خرمين، بحط الخرم اربطه بالدنتال فلوس والف على الارش وامسك في التاني واسيب حته طويله، بعد كده مدلدله تبقى بره بق العيان عشان لا قدر الله لو طار اعرف امسكه، لا يعور العين ولا يخش. فالدنتال فلوس يا ولاد في شغل الاندو بعتبرها من الاليسمنت المهمه جدا. حتى بعدين لما تمسك الفايلز هتلاقي الفايلز فيها خرم. الخرم دي لو انا بشتغل منتالي ريتاردد بيشنت، عيان طفل صغير او منتالي ريتاردد ما بتعرفش تعمل عليه كنترول كويس، الفايل ممكن يطير من ايدك ولا حاجه، فساعات بنشبكه من ورا بدلتال فلوس. الشيتس ليها اشكال والوان كثيره، في منها لاتكس ونون لاتكس. كنا بنستخدم زمان اللاتكس، بقى عندنا عينين في بيجي لهم حساسيه من اللاتكس فبقينا بنستخدم النون لاتكس. بنستخدمهم ليهم احجام وتخيلات مختلفه، وعلشان ما نتلخبطش بقينا بنعملهم كلر كودد، في عند الفن والميديوم والهيفي والاكسترا هيفي والسوبر هيفي. الفن اللي قدام ده البينكش ده اكتر ارفع واحد فيهم، ارق واحد فيهم، واتقل واحد فيهم السوبر هيفي الاسود اللي ورا. احنا مين اللي بنستخدم؟ الاخضر والازرق اللي هم الميديوم والهيفي. مكونات الكلامب، الكلامب بيتكون من ايه؟ بيتكون من ارش او بو، بيتكون الكلامب بيتكون من ارش او بو، وبيتكون من الارم الكلامب ارم بيبقى فيه عندي في نقطه اورفيس خرم اللي بمسك منه بالكلامب هولدر او الكلامب فورسيب، واللي برضه بدخل فيه الدنتال فلوس واربط منها. وبعد كده عندي في البوينتس دي بسميها الكونتاكت بوينتس اللي بتبقى ماسكه على السنه، وعندي الجو الارش اللي هو ده اسمه الجو،
يبقى perforation contact points وعندي الارش اللي جوه اللي هو الجو وعندي في وينج اثنين وينج سنترال وينج وانتيريور وينج. السنترال وينج ده اللي بعلق عليه الرابر دامشي. الكلام ده عشان نفهمه نشوفه عمل اشكال مختلفه من من الكلامز دي. انتيريور كلامز اللي هي اسمها باتر فلاي, في منها ليها وينجز في منها من غير وينجز. هنا ده بوينج اهو ودول من غير وينج وينجلس. البريمولر والمولر الحجم بيختلف. لما اشوف البيكس كده في المولر تبقى انتيريور, تكبر سنه تبقى بريمولر, تكبر اكتر تكبر اكتر تبقى مولر, وبعد كده ممكن يبقى عندي جينجيفالي ابروتشنج او ممكن يبقى سيرفايكال ابروتشنج عادي, ممكن يبقى سموث او ممكن يبقى سيريت. زي ما قلنا ممكن يبقى جينجيفالي ابروتشنج ينزل تحت عشان يمسك على 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 ريمينينج روت. في عندي لي وينجز زي ما احنا شايفين ده عنده وينج, او في عندي وينجلس من غير وينج. في عندي ميتل او بلاستيك, وفي عندي بادد كاشن محطوط له كاشن. لو عندي سنه ضعيفه ممكن تنكسر بحط البادد او اللي كاشن للسيليكون باد او بلاستيك باد. اقدر احدد حجم الكلامب بالنسبه للسنه من الكونتاكت بوينتس كنا بنتكلم عنها. لو الاربع كونتاكت بوينتس لامسين الاربع كونتاكت بوينتس بتاع السنه يبقى ده حجم مظبوط. لو اصغر يبقى ده صغير. لو يعني لابسين ماسكين جوه على الليبيا واللينجوال سيرفيس, لو بره خالص وعاد يبقى ده اكبر من المفروض. الفريم ممكن يبقى فيه منه ميتاليك او بلاستيك, وهناخد تفصيل الفريمز والحاجات دي بالتفصيل اكتر الترم اللي جاي ان شاء الله. البانكش ليها اشكال كتير, في منها بيبقى ليه خرم واحد وفي منها بيبقى اخرام كتير. الست اخرام او الخمس اخرام الصغير ده بيبقى اللور انتيرير, والكبير ده بيبقى للابر بوستيرير, ويترتبوا بقى في المكان بقى للبريمولر. ده البريمولر اكبر ده مولر, يفضل يترتبوا بقى واحد ورا الثاني. وبعد كده الكلامب هولدر. الكلامب هولدر برضو ليه انواع كتير, بيمسك الكلامب من البرفوريشن زي ما قلنا. لان انا علشان افتح الكلامب عايز افتح الارش الفوست دي وادخلها حوالين السنه تنزل تمسك على السيرفايكال لاين, فعايز باور عايز قوه. في نفس الوقت انا ما اقدرش امسكه بايدي, عشان امسكه لازم بمسكه بالهوردر او الفولت. من انواع الرابر دام طرق جديده سهله, ده نوع او نوعين, احنا عندنا حوالي 10 انواع جداد. كويك دام والاوبرا دام. الكويك دام والاوبرا دام يعني مثلا على سبيل المثال انا عندي عيان عنده مشكله في عنده ازمه ازماتيك او حاجه او بقلق من ممكن يجيله ازمه وانا شغال, ممكن استخدم معاه الفولت ده. ولو تاب اقدر اقفله له برضه بيساعدني في ان انا اخد اكس راي. زي ما قلنا الدنتال فلوس من الحاجات المهمه جدا. قران مهم اوعى تتنازل عنها في يوم من الايام. مجرد ما تستعد رابر دام تبدا تجيب فايل تحطها في بق عيان, الرابر دام مع الدنتال فلوس دي اساسي. ما تحطش كلام في بق عيان الا لما يكون ممسوك من الجنبين بالطريقه دي. دي طرق مختلفه لربط الدنتال فلوس دي انا بعتبرها ضعيفه, لان لو انكسر لا قدر الله من هنا انت جزء منها ماسك جزء طار منك. لما ابقى ماسكه من الناحيتين لو انكسر انا اقدر اشده في اي وقت اخد مني بق العيان مفيش منه مشكله. لان لا قدر الله لو الرابر دام لو الكلامب طار منك ممكن يخش في دور العيان بالمنظر ده, يخش في صدر العيان. العيان يروح المستشفى يفتح صدره عشان يطلع منه الرابر الفورم بادي, وانا اخش في صدره انت تخش في صدره. لما حصلت الموقف ده بنستخدم رابر دام. اذا انا ممكن وانا بحط رابر دام يعمل لي مشكله. رابر دام احنا بنستخدمه لسببين, ما يبقاش في اسبيريشن وما فيش مني لا فايل ولا انسمنت ولا سوليوشن تخش في زور العيان, وفي نفس الوقت علشان يعمل ايزوليشن للسنه يفصلها عن الاورال كافيتي فتفضل نظيفه في الشغل. منظر رابر دام. نتكلم بقى على الانسمنت. خلصنا الايزوليتنج انسمنتس, نرجع للاكستربيتنج انسمنتس يعني اللي بنزع بيه العصب. يا دعاء عايزه ايه؟ دعاء منير بالغلط يا دكتور. مفيش مشكله يا سيستي بات, مفيش مشكله يا حبيبي. اقري معايا كده الاكستربيتنج انسمنتس. Extirpation يعني أنا بنزع البلب بقطعه بشيله. Extirpation is the removal of the vital bulb tissue. The best instrument to
اكستربيت قولي اكستربيت اكستربيت ما تكسفيش اكستربيت قطعيها بيت ايوه اكستربيت طوال بإزا باربت بروتش اسمه الباربت بروتش الباربت بروتش ده عبارة تسلمي ست البنات الباربت بروتش ده عبارة عن ايه عبارة عن حاجة عاملة زي الدبوس دبوس الشعر بتاع البنات دبوس وجينا مسكنا الحاجة زي السكينة وبدأنا نقطع حتة ونفتحه نقطع حتة ونفتحه الدبوس ده كروس سيكشن ده كروس سيكشن بتاعي يا ولاد عامل زي النجمة النجمة الشمالية اللي ليها 8 بوز جبت الدبوس ده واخبط خطة وافتح في دي المنظر اللي انا شايفه ده بس بالبارب بروتش احمد الوصيف اقرا معايا يا احمد مانيفاكتور مانيفاكتوريت بارب بروتش مانوفاكتور فروم راوند راوند ديبرد سوفت ويرد سوفت ويرد وير وير اتس سموث سيرفيس هاز بين موتشد ايوه وفور انامبر اوف فورم انامبر اوف شورت شارب كروم تسلم يا حبيب قلبي اقفل المايك بتاعك يا وصيف حبايبي ما تحرجوش انتوا بتتخضوا من ايه على فكره انتوا بتقولوا كويس كلكم بس بتتخضوا انا بقصد اقريك دكتور السنان لازم يبقى عنده شويه مهارات منها انه يتكلم يقرا يعمل محاضره يرسم يشتغل بايده فاحنا بنعلي مهاراتنا مع بعض احنا بنتدرب مع بعض ما تتخضوش مني ما تتكسفوش اعتبروني اخوكم يوزز احمد الدقن احمد الدقن معاك يا دكتور اقرا يا احمد يوزز remove vital bulb tissue from the root canal تمام remove paper point or cotton blades that have accidentally lodged in the root canal تسلم يا حبيبي اقفل يا دقن يبقى بنستخدم البالب بروتش في ايه يا ولاد ان انا بشيل بيه الفايتال remove the vital bulb tissue from the root canal و remove paper points في عندنا ورق نشاب رفيع بنستخدمه عشان نشف بيه البالب سبيس ممكن يتحشر منه حتى صغيره تقع جوه او كوتون بيلت فاحنا بنستخدمه برضو علشان نشيل بيه البيبر بوينت او الكوتون بيلت اللي ممكن تتحشر جوه الروت كمان ريموف بيبر بوينت او الكوتون بيلت ذات هاف اكسيدنتلي لودجت ان ذا روت كانال تسلم يا دقن نرجع تاني للارجنج انسمنت احنا كده خلصنا يا اولاد انا كده خلصنا تقريبا وقت المحاضره نكمل الجزء الثاني خلصنا دياجنوستيك انسمنت واكسس كافيتي بريباريشن انسمنت اكسبلورنج انسمنت ايزوليتنج انسمنت اكستربيتنج انسمنت نتكلم عن اللارجنج انسمنت اللي جاي ده مهم جدا يا ولاد ده شغل ايدك ورجلك الفايلز هنقسمهم لجروب ممكن هاند وفينجر اوبريتنج يعني حاجات فايلز استخدمها بايدي او ممكن فايلز استخدمها على موتور على لو سبيد لاتش تايم اللي هو الانجن دريفن وممكن جروب ثلاثه فايلز استخدمها على روتر يعني ايه يعني ممكن ممكن فايلز امسكها بايدي يبقى ليها هاندل راس كده بلاستيك وامسكها بايدي اشتغل بيها زي البروتش اللي هي البارب بروتش والكي فايل والاتش فايل وممكن حاجات تانية استخدمها اركب لها لو سبيد وحطها على لوس بيت هانديس واشتغل بيها زي الجيتس الجيتس جليدن والجيتس جريلز بيبقى كأنه شنك طويل كده رفيع وفي اخره كورة اعمل بيه كورة ريستوريشن اعمل بيه البريباريشن بتاع البوست انكور وفي الروتري فايلز بقى اللي هو فايل عادي وتشال الهاندل البلاستيك بتاعه وتحط مكانه اللاتش تايب هاندل ده شكل الفايل العادي يا ولاد بيتكون من ايه بيتكون من هاندل بلاستيك هاندل ده لو مانيوال فايل لو الفايل ده روتري هشيل الحته دي واحط مكانها البيز بتاع كلاتش بيرل اللي هو اللوس بيت بيرل يبقى نقول جروب 1 اللي هو الهاند دريفن فايلز او الهاند دريفن انستمنت عندي هاندل وعندي حته ميتال الحته الميتال دي بتتكون من ايه بتتكون من شانك وشافت او وركينج بليد والتب دايما الجزئيه دي يا اولاد الحته السريتد دي بتبقى طولها 16 مللي
حطها في راسك وارميها. الشانك ده ممكن طوله يتغير، وبعد كده في عندي حته رابر، رابر ستوبر اللي بقيس بيها الطول. يعني انا مثلا الفايل السله دي طولها 12 سم 14 16 ملي، اما حاطط الستوبر دي على هنا وانزلها جوه يبقى انا كده بشتغل على 16 ملي. واحده واحده هنعرف الكلام ده. تاني مجموعه اهو ده الجيت جليدل والبيسو ريمر، وهو على لوس بيب اللي هي شكله عامل زي الكوره، بليد صغير جدا عامل زي الكوره او بيبقى مطول شويه. البيسو ريمر او البيسو دريل ده بستخدمه يا اولاد في الـ في البريباريشن في البوست بريباريشن. الجيت جليدل ممكن استخدمه اعمل بيه اكسس، ممكن اعمل بيه فلورنج للاكسس كافيتي، سوري مش اكسس، في الكنال اوسع بيه الاورفيس، سامحوني اوسع بيه الاورفيس، ممكن اشيل بيه جتا مركليس خدمات كتيره جدا. تالت جروب هو نفس الفايل العادي اللي احنا كنا شايفينه اهو، بس شلت الهاندل بتاعته البلاستيك وحطيت الدريل بتاع اللاتش تايب بيس بتاعت الدريل العادي. دي بقى هيختلف، التوبر هيختلف والشانك السلاح ده طوله هيختلف. ناخدهم بقى كده بالترتيب واحده واحده. اول ما بدأنا نشتغل بالفايلز يا ولاد كنا بنجيب الاورثو واير، الواير اللي بتشتغل بيه في الاورثو الستانلس ستيل اورثو واير، وكنا بنشرطه ونشتغل بيه. ده زمان في 1900 1800. اول حد عمله كان شركه اسمها كيف، عشان كده سميناها كيو فايل. بعد كده لقينا ان الاحجام مش متناسبه، المقاسات كلها مش زي بعض، فحبينا نوحد فعملنا ستاندرايزيشن. اول حاجه عملناها في الستاندرايزيشن ان احنا الفايل عندنا بقى ليه هاندل وشانك ووركينج بليد. تاني حاجه ان وحدنا الطول داخل لناس 16 ملي. السلاح ده الوركينج بارت ده خليناه دايما طوله 16 ملي. وبعد كده المنطقه دي اتغير طولها، ممكن تبقى 21 تكمل يعني الفايل من اوله لاخره، ممكن يبقى طول 21 25 22 31. ده دايما ثابت الطول 16، اللي بيتغير اللي بيزود او يقصر الطول المنطقه دي. الريجر اللي احنا بنستخدمه على طول ال 25 ده النورمال، في اقصر منه ال 21 وفي اللونج الاكسترا لونج ال 31، ده بنستخدمه لو بنشتغل على فايلز سوري على اسنان طويله زي الكناين مثلا. احمد ماهر اقرا معايا، افتح المايك يا احمد واقرا. The length of the working part is consistent 16 ملي اللي هو ده صح، الجزء المشرد ده صح. تمام تمام يا حبيبي كمل. The length of the shank working part together is 21 ملي و 25 ملي و 28 و 31. تمام. النورمال بتاعنا اللي بنشتريه عادي اللي بنشتغل بيه على طول ال 25. ال 25 ده طول الحته دي بس؟ لا، ده طول الشانك مع الوركينج بليد. يعني 16 بلس يدينا 25، يعني 25 ناقص 16 تعرف طول الحته دي كام، 31 ناقص 16 تعرف طول الحته دي كام. تسلم يا حبيبي، اقفل المايك بتاعك. تسلم يا حبيبي، اقفل المايك. طيب اللي جاي بقى دي مهمه يا ولاد، التيبر. يعني ايه التيبر يا ولاد؟ الكوم بتاع الايس كريم، القمع او القرطاس بتاع اللب، ممكن يبقى رفيع او تخين، دي التيبر. يعني ايه برضو؟ واحده واحده كده مع بعض. احنا هنتكلم دلوقتي على الوركينج بليد بس يا ولاد، الوركينج بليد بس البارت ده. هقول لو هو 16 ملي بقى اقسمه 16 قرص ورا بعض، كانه 16 حلقه فوق بعض. لو قلت ان اول قرص او اول ملي فيه دي 0 او دي 1، هقول ان اخر واحد دي 16. لو القرص الاولاني يصغر عن القرص الثاني او الملي الاولاني يصغر عن الملي الثاني ب 0.2 يبقى ده تيبر 2. ثاني واحده واحده انا هقسم. ولاد الكلام ده مهم، ركزوا فيه يا نجوى، ركزي عشان الحته اللي بنتكلم فيها دي مهمه، انا عارف انك لسه داخله. الفايل بتاعي بيتكون من هاندل وبيتكون من حته متر، حته المتر دي بتتكون من وركينج بليد وبتتكون من شان. الوركينج بليد ده طوله 16 ملي،
لو قلنا ان هو 16 قرص فوق بعض او 16 حلقة فوق بعض، 16 حتة بيتزا فوق بعض، قرص بيتزا فوق بعض، لو قلنا راس البيتزا دي لو رصناها فوق بعض فرق قطر ما بين دي 1 ودي 2، لو فرق القطر ما بين ال 2 ملي فوق بعض القطر الدايمتر 0.2 يبقى ده تيبر 2، لو 0.4 يبقى ده تيبر 4، لو 0.6 يبقى ده تيبر 6. طيب واحدة واحدة عايزين نفهم الكامل المكتوب ده عبارة عن ايه. لو ده تيبر 2 يبقى من دي 0 لدي 16، ال 16 ملي في 0.2 هيبقى الفرق بينهم 0.32. ازاي 2 في 16 بكام يا اولاد؟ 2 في 16 يا احمد يا رزق بكام؟ 32. تمام، اللي رد عليا يا رزق. لا لا ماشي يا رزق، احمد رزق احنا فتحنا مايك عندك صح؟ رزق سامعني ولا سامعني صح؟ رزق انا سامعك، اتكلم يا حبيبي. سامعني يا دكتور؟ ايوه يا حبيب قلبي سامعك. بص يا حبيبي، 2 في 16 بكام؟ 32. معناه ايه؟ ان لو قلنا من دي 0 لدي 16 الفرق ما بين الواحده والواحده 0.2 يبقى 2 في 16 ب 32، يبقى الفرق ما بين دي 1 لدي 0 0.32. يبقى معناه ايه؟ معناه ان كل ملي بيكبر عن الملي اللي بعديه او يصغر الملي اللي بعديه ب 0.2 دي، يبقى الفرق ده كده اسمه تيبر 2. ركزوا يا اولاد عشان الموضوع ده مهم، الجزئيه دي مهمه جدا. تسلم تسلم يا حبيبي، ايه في المايك بتاعك. شكرا حبيبي. دكتور مش المفروض 0.02؟ 0.02 صح؟ تمام حضرتك قلت 0.2. سامعني سامحني 0.02، فبالتالي لما تضرب 0.32. طيب فوزي ممكن تفتح المايك بتاعك. مين اللي كان بيتكلم دلوقتي؟ ما تفتحش يا فوزي، اللي كان بيتكلم دلوقتي اقرا معايا يا حبيبي. The position at which the blades begin on the instrument is called D1 or D0, while the position at which the blades end on the shaft is called D2 or D16. احنا اللي احنا قلناه دلوقتي ايه يا حبيبي؟ ان التب بتاعت الفايل هنسميها دي 0 او دي 1، والاند بتاعت الكاتنج بليد هنسميها يا دي 16 يا دي 2. المسافه بينهم هم 16 ملي صح؟ احنا متفقين على دي، الطول ده كله 16 ملي، يبقى هم 16 ملي فوق بعض، 16 قرص فوق بعض. لو تيبر 2 الملي يزيد عن الملي اللي فوقيه ب 0.02. تمام؟ اقفل بقى المايك بتاعك يا حبيبي، تسلم لي. تعالوا نشوف المساله دي مع بعض، المساله دي مهمه يا ولاد وممكن تيجي في الامتحان. اول حاجه طرف التب دايما مقاسها المقاس، يعني الفايل ده لو 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 مقاسه 35 يبقى التب بتاعته مقاسها 0.35. تمام؟ لو قلت مثلا ان الفايل اللي تيبر 2 اللي التب بتاعته 35 دي 2 هتبقى كام؟ اقطع منه ملي، الملي الثاني هتبقى كام؟ هتبقى لو قلت 35 بلس 0.2 هتبقى 37، 0.37 طبعا. طيب خلينا نقول المساله بشكل تاني، لو الفايل ده مقاسه 40 والتيبر بتاعه 4 وقصيت منه ملي هيبقى كام؟ 4 بلس احنا قلنا تيبر 4، 4 بلس 4 يبقى 0.44. خلينا نخلي حد من الشباب كده يقرا معايا. علي السيد مش فاهم انا خالص، مش هنقرا واحده واحده هنفهم. انت اسمك ايه؟ امير ابو غالي. اقرا يا امير. انا عارف دي بتكعبل شويه وغلسه، هتاخد مش هي مش غلسه بس ايه، واحده واحده هتفهمها، هناخد وقت ناخد عليها كام تدريب هتفهمها. اقرا معايا كده يا امير. The diameter of each instrument at D2 or D16 at the end of the working part is larger than the diameter at D1 or D0 at the tip of the instrument by 0.5
طيب يعني ايه؟ تسلم يا حبيبي اقفل المايك بتاعك. يعني ايه؟ يعني احنا قلنا ان انا عندي دي 0 والفرق بين دي 0 ودي 16 هما دول يترتبوا كده ورا بعض واحد ثم التاني ثم التالت ثم 16 ملي 2 في 16 يبقى 32. دي عارفين جايه منين رقم 32 ولا مش عارف؟ امير رد عليا عارف دي جايه منين 32؟ أيوة مش عارف. طيب حلو. أيوة حلو لحد دلوقتي احنا مع بعض. اقرا بقى كمل معايا. تيبر مين؟ تيبر مينز amount of increase in diameter per h millimeter the file diameter increase at standard rate of 0.02 millimeter diameter per millimeter. طيب يعني ايه؟ يعني انا بما انت قلت ان انا عندي constant table والtable بتاع 0.2 معناها ايه؟ معناها ان دي 2 هنا شايف الخط الاحمر ده عنده المسافة الحجم القطر يكبر عن القطر اللي قبليه ب 0.2 لان التبر هنا 2 فدي 2 اللي هنا ده القرص ده الملي ده يبقى اكبر قطر من الملي ده ب 0.2 مظبوط؟ تمام. طيب يبقى لو عرفت ان التب دي مقاسها 35 0.35 يبقى القطر هنا هيبقى كام؟ 35 زائد 0.2 بالظبط. 35 هيبقى كام؟ 37. 35 زائد التيبر لانه في ملي واحد. طيب لو بقى 2 ملي لو بقطع عند 2 ملي يبقى 2 زائد 2 صح؟ هو تيبر 2 وهنا ده زائد 2 وهي 2 كمان يبقى 4. 4 4 زائد التب زائد 35 يبقى كام؟ يبقى 39 صح؟ تمام. طيب وصل لحد دلوقتي ولا مش واصله؟ تمام. فاهمينها يا اولاد؟ في حد مش فاهمها؟ لو سمحت اؤمر. انا دخلت متاخر مش لاقي اللينك يعني وكده فمش فاهم اللي حضرتك بتقوله. بص يا حبيبي اللينك يبقى احدى محاضره بكره. اللينك انا بعته لكم على الايميل واديته لزميلك وحطه لكم على الجروب. يعني انا بعته على الايميل قبل ساعه من المحاضره. هيوصل لك على الموبايل ووصل لك على الايميل بتاع الجامعه. مش مشكله انا مش هعيد الكلام ده هعيده المحاضره اللي جايه. قولي يا علا. قولي يا علا. انا بس مش فاهمه برضو نفس الكلام اللي طب واحده واحده هنكرره تاني. هنكرره بشكل تاني. دكتور قولي يا حبيبي. في الاخر بيبقى عندنا فايل 10 فايل 15 فايل 20 فايل 30 ده لسه هنجيله كمان شويه. لسه هنجيله ده كمان شويه بس انا بس دلوقتي عايزك تفهم التيبل. خليك كده مبدئيا نقول ان القمع او الكون اللي احنا بنشتغل بيه كون الايس كريم اللي احنا بنشتغل بيه تخن الكون ده ممكن يختلف. انسى دلوقتي ال 10 15 20 ده يعني السايز بتاعت التب. انسى دي دلوقتي خلينا نتكلم في التيبل البروجريسيف تيبل اللي فيه كونستنت تيبل لان هو عامل زي القمع. فالقمع ده الانكريز بتاعه ازاي؟ كل ملي بيزيد عن الملي اللي قبله ب 0.2 ده يبقى التيبل ده اسمه تيبل 2 ده كونستنت. خلينا على دي ونركب. عايزه تقولي حاجه يا علا تاني؟ دكتور معلش انا بس هي دلوقتي بتختلف من واحده لواحده ولا من مثلا واحده واحده؟ انت كده مستعجله. واحده واحده هتفهمي كل حاجه. خلينا بس نمسك نقطه واضحه. ما انا مش ما ده اللي انا مش فاهماه. اهدي اهدي يا حبيبتي على كل واحد. انا ماسك فايل واحد الفايل ده التيبل بتاعه 0.2. فهمت يعني ايه التيبل بتاعه 0.2؟ يعني هو كونستنت تيبل كل ملي بيزيد عن الملي اللي قبله او الملي اللي بعده 0.2. دي فاهمينها ولا لا؟ ده هو التدريج بتاعه لفوق صح؟ اه بالظبط. يبقى من دي 0 لدي 16 0.32 مفهومه؟ يعني دي 0 يقل عن دي 16 بمقاس 0.32 فاهمينها؟ خلاص اللي بقى ظهرك وهنكمل واحده واحده. في حاجات عايزين نثبتها تبقى كونستنت. حاجه منهم ان زاويه الطب بتاعت الفايل هتبقى ثابته. الطول بتاع الفايل هيبقى ثابت. التيبر هيبقى ثابت. التيبر يا ولاد انا عارف المعادلة دي ممكن تلخبطك بس هنقول ان دي 0 عند التب او دي 1 عند التب ودي 2 او دي 12 سوري او دي 16 هتبقى عند اخر الكاتنج بليد. لو قلنا دي 16 ناقص دي 0 على اللينث اوف ذا وركينج بارت هيساوي 0.32 على 16 هيبقى 0.2 ايه اللخبطة دي. لو احنا قلنا ان الفرق من هنا لهنا 0.32
يبقى لو قسمناها على الطول، على طول الفايل اللي هو 16، هيبقى كل ملي نصيبه 0.2 اللي هو التيبر 2. يبقى تيبر 2 الفايل اللي تيبر 2 يبقى بيزيد القرص الاولاني عن القرص الثاني 0.2. ناخدها بقى بشكل مختلف، هقول ان الفايل اللي كان مقاسه التب بتاعته 35، التبر بتاعه 2 اللي احنا خدناه في التجربه الاولانيه في المثل الاولاني، عملت منه 1 2، التبر بتاعه 4، التبر بتاعه 6. لو اخدت بالك هتلاقي فرق التبر، كل ما التبر بيكبر كل ما البيز هنا بتتخن، كل ما الفرق ما بين التب والبيز بيخلف، يبقى اكبر، يتقل اكتر، يكبر اكتر. ده معناه ايه؟ 1 2 3 كده. لو قلنا تيبر 2 الفرق ما بين التب والبيز 16 ملي او الدي 1 لدي 16 0.2، 0.32 على 16 يبقى 0.2 من الملي للتاني. انما في ال 0.4 هيبقى الفرق 4 من دي 1 من القرص للقرص اللي بعده، من الملي للملي اللي بعده 4. الفرق في ال 0.6 الفرق من الملي للملي اللي بعده 0.06. عندي دي 1 الثلاث فايلات نفس المقاس، عندي دي 2 الاثنين ال 35 التبر 2 هيبقى مقاسه كام؟ هيبقى 37 صح؟ وبوينت 37 جت منين؟ دي 1 الفرق ما بينه وما بين دي 0 2، 2 زائد 35 يبقى 7. لو اخذنا الاربعه ال 0.4 35 على دي الملي اللي بعده زي 35 زائد 4 هيبقى كام؟ هيبقى 39 0.39. الستة 35 زائد 6 هتبقى 41. نفس الكلام على دي 3، 2 في 3 ب6، 6 زائد 35 يبقى 41. 35 عد بعدها 6، 2 في 3 2 في 3 ب6، 6 زائد 35 41. عد بعد 35 37 38 39 40 41. خد اللي بعدها دي 3 في 4، 3 في 4 معايا دكاترة ولا لا؟ بهاء خليفة فاهم اللي بنقوله ولا لا؟ معاك بهاء، معلش افتح المايك بتاعك تاني. معاك يا دكتور. فاهم اللي بنقوله؟ تمام يا دكتور. طيب رقم ال 47 ده جه منين؟ ده استنى يا دكتور، ال 47 ده عندي دي 3، 3 في 4 12 زائد 35 47. طيب نفس الكلام ناخده على كود، يا رب الدنيا تبدا تتضح معايا. الكونز دي كلها مقاسها 25، يبقى التب بتاعتها 0.25. التبر بتاعها مختلف، ده تبر 2 وده تبر 4 وده تبر 6. دكتور قول يا حبيبي. بس لا اللي فات بس يا دكتور، في سؤال في الاستاذ اللي فات بس. ها معلش يا استاذ، هو انا دي تو يا دكتور حضرتك قلت لو ودي 2 من 10 تمام. طب ومفروض تدي 3 تزود 4 من لا لا ركز ركز، انا بزود 2 في تيبر 2، بزود 4 في تيبر 4، بزود 6 في تيبر 6. لا انا قصدي في الاولاني اللي هو تيبر 2 دي 3، ده دي 3 يعني انا عديت 3 ملي تمام، وهنا دي 1 اللي هي دي 1 ملي صح؟ دي واحد اللي هو دي زيرو اللي هو التب بتاعت الفايل اللي مقاسها 35. دي واحد في بينها بعدها دي 2 وبعد كده دي 3 صح كده؟ مظبوط. احنا بقى عايزينها في مقاسها عند دي 3، يعني هقول لك كأن الفايل ده قطعت منه 3 ملي، فهيبقى التخن الجديد هنا كام؟ يبقى المفروض دي 3 ملي صح؟ بالظبط، دي 3 يعني ثالث ملي. لا ما هو كده يا دكتور، دي من دي 1 لدي 3 2 ملي مش 3 ملي. لا يا ولد، دي 1 دي 0
من دي زيرو لدي لحظة دي الواحد دي واحد او دي زيرو يعني دي واحد بتساوي دي زيرو دي واحد او دي زيرو احنا لو قلنا احنا ممكن نقول دي واحد يبقى فوق دي تلاتة او ممكن دي زيرو يبقى فوق دي ستاشر مش هتفرق انا اقصد اول ملي دي واحد اللي هو اول ملي هنقطع تلاتة ملي واحد التاني التالت عند تالت ملي هيبقى كام دي تلاتة تعالى نعدهم بقى نجمعهم اول رقمين 35 36 37 بقى كده رقمين 38 39 رقمين صح 40 41 بقى كده دي 3 وصلت ولا لسه اللي هو نقولها 3 ب 6 6 زائد 35 بقت 41 صح هو اصلا يا دكتور لو قطعنا 1 مللي لو قطعنا 1 مللي هنقول عند دي كام دي 2 دي 2 دي 1 دي 3 طب لو قطعنا 2 مللي يا دكتور لو قطعنا ملي هيبقى دي واحد قطعنا 2 ملي دي 2 قطعنا 3 ملي هيبقى دي 3 ملي هيبقى دي 3 دي واحد اسمعني ايوه دي واحد 35 دي 2 هيبقى كام 37 فهمت قصدك فهمت قصدك خلاص مش فهمت قصدك يبقى دي 0 دي 1 دي 2 دي 3 انت كلامك مظبوط وده معناه ان انت فاهم التبر كويس صح مش انت كلامك مظبوط صح فهمتك نعدي دي خليها دي زيرو مثلا ولا ايوه بالظبط كده يبقى دي زيرو دي واحد دي اتنين دي تلاته جدع شاطر ايوه انا فهمت قصدك ايه يبقى انت كده فاهم مظبوط يا حبيبي تسلم لي تعالى بقى نطبقها على دول كون جاتا بركه 25 واحد تبر 2 واحد تبر 4 واحد تبر 6 دي زيرو 25 كلهم دي واحد 25 زائد 2 يبقى 27 25 زائد 4 يبقى كام 25 26 27 29 29 25 زائد 6 يبقى كام يبقى 31 صح واصله يا دكاتره ولا لا هي نفس النظريه بالظبط خدوا بالكم عشان ده هيجي في الامتحان انا ممكن اجيب لك مساله في امتحان اقول لك عندي فايل ايزو ستاندرد او عندي كون مقاسه 35 اتقطع منه 4 مللي اتقطع منه 3 مللي 5 مللي فالدايمتر الجديد هيبقى كام هتحسبها وتقول طب يا دكتور دلوقتي انا اللي فهمته ان الفايل ممكن يكون ليه تيبر مختلف يعني فايل من فايل مثلا 35 ممكن يبقى تيبر 2 او تيبر 4 او تيبر 6 مظبوط بس ده اللي هطلعت لنا ده مبدئيا خلينا بقى هنبني عليها يعني دي هنبني عليها واحدة واحدة تمام دلوقتي التب احنا قلنا بيبقى ليها انجل ثابته الانجل ثابته زاوية تزيد او تقل التب دي زاويتها 75 تزيد او تقل 15 مللي خلاص اسف 15 درجة تقرا معايا اللي كان بيسأل دلوقتي اسمك ايه احمد السعد هو مفيش غيرك يا احمد لا مفيش حد غيرك بقى يقرا معلش دينا كامل فتحت المايك يا دينا اقري معايا يا دينا افتح مايكك واقري يا دينا دينا كمال طيب بلغوا دينا انا ناديتها ما ردت اهي فتحتها اقري يا دينا يا دكتور اقري يا ست البنات تب انجل the angle formed between the instrument tip and the long axis of the instrument shaft Existence radius to be 75 degree plus or 15 degree minus بالظبط جدع سيبس كده في المايك بتاعك جدع يبقى احنا التب بتاعتنا دي الانجل بتاعتها حوالي 75 تزيد او تقل 15 اسلام يا دكتوره نمبر اند سايز بالعربي كده الفايل اللي مقاسه 40 يبقى التب بتاعته 0.04 الفايل اللي مقاسه 15 يبقى التب بتاعته 0.15 ازاي number of the instrument بالمليمتر على دي 0 في 100 على سوري على دي 0 على 100 يعني ايه يعني على سبيل المثال لو الفايل ده مقاسه 40 يبقى التب بتاعته دي هتبقى 0.04 لو الفايل ده مقاسه 50 يبقى التب بتاعته 0.05 لو الفايل مقاسه 15 يبقى التب بتاعته 0. واصله يا دكاتره يبقى احنا كده رقم الفايل رقم الفايل ده معناه ايه؟ معناه السايز بتاعت التب السايز بتاعت التب قد ايه؟
قد ايه من الرقم؟ لو ده 40 يبقى هي 0.04. وصلت يعني يا دكتور؟ هو بيبقى طول الفايل 10 ملي ولا انت اسمك ايه؟ ايوه بقى قال لك لا هضربك بالبوكس في مناخيرك. طول الفايل غير عرض الفايل يا حبيب قلبي. طول الفايل طول البليد 16 ملي اللي احنا بنتكلم فيها بقى تخن القطر بتاع الطب. وصلت ولا لسه؟ ايوه. 40 دي يعني ايه؟ يعني تخانه الطب القطر الديامتر بتاعه الطب ده تخنها قد ايه. الفايل اللي مقاسه 40 يبقى الطب بتاعته 0.04. وصلت يا ولاد؟ ايوه تمام. خش على اللي بعد. كلر كود يا ولاد، انا عندي الفايلز الوانها ثابته، كل حجم هيبقى ليه لون. هنبدا الفايلات في الاول خالص، في البدايه عندي 6 8 10 بيزيد 0.2 يعني 20 مايكرو. 6 8 10 الوانهم هيبقوا كالاتي: بيربل جراي اورنج او بينك. وبعد كده يبدا يزيد الحجم. عشان كده يا دكتور خد يا حبيبي، ممكن تعد النمبر اوف انسترومنت؟ هنبدا دلوقتي الفايل هنتكلم على حجمها والوانها. احنا قلنا ان في فايل 40 وفي فايل 20 وفايل 10. طب هيتقسموا ازاي؟ هيترقبوا ازاي؟ هنبدا 6 8 10 الفرق ما بينهم 0.02 اللي هو 20 مايكرو. الفايل يزيد عن اللي بعديه ب 20 مايكرو. وبعد كده نوصل عند 10 نزود 15 سوري نزود 5 يبقى ال 10 بعديه 15 15 بعديه 20. الكلام ده لحد كام؟ لحد فايل 65. 60 تخن قوي نبدا نزود عشرات. يبقى نقول من 6 ل 8 ل 10 يزيد 0.02 اللي هو 20 مايكرو. وبعد كده من ال 10 ل 60 يزيد 5. وبعد كده من ال 60 بعد ال 60 يبدا يزيد 10. يبقى انا الفايلات لو هرتبها هقول 8 6 8 10 بعد كده 15 20 25 30 35 40 كل ده لحد ال 60. الزياده 5 5 5 5 من ال 60 وانت طالع يزيد عشرات. يبقى 60 مش بعديه 65 لا بعديه 70. 70 مش بعدها 5 لا بعدها 80 كده. ابراهيم طب يبقى في فايلات اكبر من 60 يعني؟ ايوه لسه لسه تيجي بس من اخوك امشي معايا كده واحده واحده. اقرا يا احمد لطيف اقرا this is an incremental. اقرا there is incremental increase. Increase by 0.05 millimeter 50 micron. 50 micron at D0 اللي هو التب بتاعت الفايل. ايوه يبقى المقاسات عندي بعد العشرة هيبقى 15 10 و20 30 30 35 40 45 50 55 60. حلو. There is 50 micron 0.05 millimeter increase in size from one instrument to the next one. حلو. بعد كده بقى من ال 60 تسلم يا حبيبي تسلم يا عاطف. اقرا بقى اقرا معايا ابراهيم شحاته. انا فتحت لك المايك افتح من عندك واقرا معايا ابراهيم. بعد ال 60 الزياده تبقى 10. ايوه انا سامعك يا ابراهيم. بعد ال 60 الزياده تبقى 10. بس اتقل هخليك تقرا دلوقتي. بعد ال 60 الزياده تبقى 10 ازاي؟ 60 بعدها يبقى 70 80 90 100 و10 و20 و30 و40. اقرا بقى يا حبيبي. اقرا انكريمنتال 0.1 مليمتر اللي هو 100 مايكرونز قد دي 0 اللي هو 60 70 80 90 و100 و110 و120 و130 و140. There is a 100 micron 0.1 millimeter increase in size from one instrument to the next. جدع تسلم يا حبيب قلبي. اقفل المايك. دعاء منير السيد استعد تقرا معايا السلايد اللي جاي. لو فتحت لك المايك يا دعاء افتحي بقى من عندك لما يجي وقت القرايه بتاعتك. نقول بقى احنا هنقول دلوقتي سايز لسه يا دعاء لسه هتقري كمان شويه. هنقول دلوقتي سايز وكالر. اول ثلاث مقاسات الصغيرين هيبقى 6 8 10 الفرق ما بينهم 0.2 الوانهم كالاتي: بيربل جراي
اورنج او اورنج بيربل جراي سوري اورنج جراي بيربل يبقى الستة هيبقى اورنج بعد كده الثمانية بيربل سوري جراي وبعد كده العشرة بيربل بعد كده الالوان دي هتبقى هي تثبت وتتكرر عندي ستة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة هيبقى ابيض اصفر احمر ازرق اخضر اسود دول يتحفظوا يا اولاد كلر كود ده ثابت الفايل ال 15 هيبقى لونه ابيض الفايل ال 20 هيبقى لونه اصفر 25 هيبقى احمر 30 ازرق 35 اخضر 40 اسود يرجع تاني بقى ال 45 يتكرر 45 يبقى ابيض 50 اصفر 55 احمر ال 60 ازرق 70 اخضر 80 اسود يفضل برضو يتكرر كل بقى خلاص عندي ست الوان دول كل ما اكبر يتكرروا يبقى انا اللون ممكن الاقي منه كذا مقاس الابيض ممكن الاقي منه 15 ممكن الاقي منه 45 ممكن الاقي منه 90 والاسود الاقي منه كذا مقاس ممكن الاقي منه 40 ممكن الاقي منه 80 ممكن الاقي منه 140 ده الكالر كود يا اولاد اللون والمقاس 15 20 25 30 35 40 وده الوانهم يرجع تاني لون يتكرر مع المقاس لما يكبر 45 50 55 60 70 80 ولاد ستاندرايزيشن من الحاجات المهمه من المواضيع اللي عايزكم كلها تحفظوا كلكم تحفظوها ست البنات اقري معايا دلوقتي دي كالر دكتوره اللي عليك القرايه اللي انا طلبت منك تفتح المايك اقري معايا ستاندرايزد The colors of handles of instrument were standardized for easy manipulation to be as follows. Orange or pink هيبقى رقم 6. الجرين هيبقى 8. الفيربل 10 ويتكرر بقى من الأبيض للأسود مع المقاسات المختلفة. تمام؟ ولاد دي مهمة وبتيجي في مش بتيجي في امتحان وخلاص استبنت في المايك بتاعك. دي مهمة ومش بتيجي في امتحان وبس لا. ده انت كل شغلك هيبقى ماشي عليها معانا وقت ولا لسه مش لسه احنا لسه معانا ربع ساعه صح حاسس انتوا دخلتوا مني بس ماشي نكمل ناخد التوليرنس التوليرنس يا اولاد هو مقصود بايه انا عندي البير سوري الفايل وال الجاتا بركه الفايل والجاتا بركه الفايل ادخله جوه الكرال يقدر يخش ويفتح طريق انما الجاتا بركه لانها ضعيفه ما تقدرش تفتح الطريق فبنخليها اصغر من الفايل بمقاس 0.009 ممكن تبقى من 0.009 هتلاقي في بعض الكتب 7 او 6 ليه عشان هي ما تقدرش تفتح طريق جوه الكلال زي ما بيعمل الفايل والحاجه الثانيه ان انا عايز يبقى فيه سبيس صغير للسيلة اللي يخش فيه لما اجي اعمل بعد كده اوبتيوريشن دنيا عمران انا فتحت المايك بتاعك يا ست الدكاتره افتحي المايك واقري معايا دنيا عمران افتحي المايك واقري معايا يا دكتوره طيب بلغوا دكتوره دنيا ان انا ناديت عليها وما ردتش فؤاد خيري فؤاد خيري انا فتحت لك المايك بتاعك يا دكتور افتح واقرا معايا اقرا يا فؤاد دكتور يا حبيبي جتا بركة and silver cone are similar to cutting instrument in number paper increment واحدة واحدة اتقل بقى نقرأ مع بعض واحدة واحدة لكن الكلام حين اسمها tolerance الجتا بركة والسيلفر بوينت زيهم زي الفايل بالضبط في اللون والتيبر والانكريمنت والسايز ولكن السايز اقرأ بقى السايز هيخلف عن السايز بتاع الفايل في ايه will be 0.009 millimeter 9 microns smaller than the cutting instruments to compensate for thickness of sealer then 10 compressibility يعني ايه يعني ايه فوقش يعني ايه الانضغاطيه انضغاط الدنتين بالضبط كده الدنتين في إلاستيسيتي الضغط الفايل متل هيزقه هيفتح طريق انما الجتا بركه ضعيفه ما تقدرش تعمل كده تيجي تدخلها تتزنق ما تخشش فتلاقي الجتا بركه دايما تبقى اصغر من 0.9 من 0.009 اللي هو من 9 مايكرون ل 6 مايكرون هتلاقي كتب تقول لك 9 وكتب تقول لك 6 مش كده وفي نفس الوقت
وقت عشان يبقى في عندي سبيس للسيل. كمل يا فؤاد. possible failure of the operator to use the instrument properly. تمام. لو انا ما عنديش الفرق ده التولرنس ده ممكن ما تقدرش حد يدخل الجاتا بيركا جوه الكنال. تسلم يا فؤاد. اقفل المايك بتاعك يا حبيب قلبي. تسلم يا حبيب. لو صح اتفضلي يا ست البنات. هي الجاتا بيركا الواحده بتبقى مقاس الكنال الواحده؟ لا، الجاتا بيركا مقاس الفايل. كل فايل، بصي انا عندي كده بنثبت على كل حاجه، السبريدر اللي هو حاجه عامله السبريدر والبلاجر دول حاجه عامله زي الدبوس بتاع شعر البنات، ناعم من الجنب. السبريدر بيبقى ببوز والبلاجر بيبقى سموث، نفس مقاس الفايل. وبرده كون الجاتا بيركا نفس مقاس الفايل، هيبقى عندي كلهم زي بعض، سبريدر وبلاجر وفايل وجاتا بيركا. تلاقي علبه من الجاتا بيركا زيها نفس المقاسات، فايلات ونفس الالوان زيها نفس المقاسات، سبريدر زيها نفس المقاسات، بيبر بوينت. ليه؟ عشان البريباريشن بتاعتي ابقى قادر اوحد كل حاجه. ولكن الجاتا بيركا هتفرق عن الفايل والسبريدر انها تبقى اقل منها، اللي هو التوليرنس اللي هو اقل منها من 0.9 و 0.2. جاوبت على سؤالك ست البنات؟ ايوه تمام. طيب نمسك بقى الفايل ده كده ونفتكر مع بعض نراجع. من هنا من الدي 0 للدي 16 يبقى طولها كام يا اولاد؟ السلاح ده طوله قد ايه؟ قول يا فرح. الدكتوره فرح، انا فتحت المايك، اقري معايا يا فرح. افتح المايك بتاعك واقري، قولي لي فرح. انا فتحت المايك بتاعك، افتحي من عندك وقولي لي من دي 0 لدي 16 طول البليد يبقى قد ايه؟ طيب بلغوا دكتوره فرح ان انا اديتهم ما ردتش عليا. اسلام احمد، انا فتحت لك المايك يا اسلام، افتح من عندك واقرا مش تقرا، انت هتجاوب. كله بيجري وقت الاسئله. ايوه يا اسلام قول لي من دي 0 لدي 16 يبقى طول البليد ده قد ايه؟ 16. الواد اللي مغششك 16 مين؟ 16. ايوه 16 جدع. طيب وبقيتها بقى اقرا اقرا، بص بغششك تاني. وبقيتها هنا فوق الشانك يبقى طول الفايل كله على بعضه، الحته المتر كلها على بعضها، ممكن يبقى طولها من 21 لحد كام يا اسلام؟ لحد 31 مثلا. جدع يا حبيب قلبي، بسم الله ما شاء الله عليك. اسلم شاطر، انت شاطر. عند التب بنسميها دي 0، عند اخر البليد بسميها دي 16. ماشي دي 16 اللي على مبسوط منك. تمام. دي 16 ناقص دي 0 يبقى كام؟ 32.32 اللي هو التيبر. لو انا بتكلم في التيبر تسلم يا حبيب قلبي. في المايك بتاعك، شايف المايك يا حبيب. ماشي. نسال اسراء الحنفي، قولي لي يا اسراء الانجل بتاعت التب تبقى كام؟ اسراء انا فتحت لك المايك، افتحي من عندك يا اسراء، قولي لي الانجل بتاعت التب تبقى كام يا اسراء؟ طيب قولي اللي رديت. قول اسراء انا رديت عليهم ما ردتش. على فكره يا اولاد اللي بردي عليهم ما ردتش، انا بفتكر اساميهم وهتضايق منهم بعد كده، اللي ما يردش هذا هتضايق منه. فارس الطباخ، ايوه يا فارس. أيوة. قول لي يا فارس التب بتاعتي الانجل بتاعت التب تبقى كام؟ هي 0.2 يا ولدي. ايوه لا لا، الانجل زاويه التب اهو الرقم اهو انا بشاور لك عليه. 75 تزيد، ايوه تزيد او تقل 15. تمام تمام. تسلم يا حبيب قلبي. خلاص اقفل المايك بتاعك. ايوه يا حبيبي. ايوه يا احمد. بقى دكتور معلش. نعم. التيبر عشان نجيبه بنقسم ال 0.32 على ال 16. طب ال 16 يا دكتور ده طول الفايل. لا 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 اتقل اتقل اتقل. لا 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 مش كده مش كده، انت فرضت فرضيه غلط يا احمد. انا من اول قايل لك الفايل، اسمع يا ولدي، انا قايل لك الفايل ده تيبر 2 او تيبر 4 او تيبر 6. تمام. انا قايل لك انا بديك الفرضيه دي من الاول، يعني انت ماسك الفايل عارف ان هو تيبر 2 ولا 4 ولا 6 معايا ولا لا؟ مع حضرتك عارف. تيبر 2 2 في 16 2 في طوله، هيبقى التيبر الفرق من اول الفايل من دي 1 لدي 16 هيبقى 0.32. وصلت ولا لا؟ يعني ده فرق الطول؟ لا يا ولدي، فرق تخن. الطول ثابت، الطول 16 ملي، التخن هو اللي بيختلف. عايزين نفصل ما بين طول الفايل والديامتر بتاع الفايل والتيبر بتاع الفايل حبايبي. معلش انا مش دايما بعرف طيب اللي انتوا بتكتبوه.
يعني ال 2.32 ده الدايمتر. 0.32 ده فرق الدايمتر ما بين التب وما بين التب اللي هي دي 1 ودي 16 في التيبر 2، لان تيبر 4 وتيبر 6 هيفرق. وصلت ولا لسه؟ وصلت. مش كان في حد بيسال سؤال تاني؟ يعني لما حضرتك تجيب السؤال هتعرفنا الفايل ده تيبر 2 ولا تيبر 4. هنتدرب عليه مع بعض واحده واحده. اتقل. ايوه طبعا، لو قلت لك ايزو ستاندرد يبقى ده تيبر 2، لو قلت لك تيبر 4 تيبر 6 طبعا، وهنتدرب عليها واحده واحده ما تقلقش. تمام ماشي ماشي يا حبيبي. يا دكتور التيبر والسايز، وحد لسه بيقول ايه الفرق بين التيبر والسايز؟ التيبر يا ولاد الكون الام على مؤاخذه تخنه بيختلف، يعني التب بتاعه الكون تختلف عن البيز بتاعته. التيبر ده التيبر، انما السايز التب نفسها سايز كام. الفايل ممكن يبقى تيبر، التيبر السايز 15 ممكن يبقى فيه منه تيبر 2 وتيبر 4 وتيبر 6. السايز ثابت انما التيبر ممكن يختلف. حد كان بيسأل سؤال تاني ولا خش للي بعده؟ لو سمحت يا دكتور. السلايد اللي قبله. قول. الدي زيرو مش المفروض باتنين؟ اتنين من مية؟ لا. دي زيرو مقاسها مقاس الفايل. يعني لو الفايل 15 هيبقى دي زيرو 0.15. لو الفايل سايزه 40 هيبقى دي زيرو 0.04. المعادلة يا دكتور اللي هي دي 16 ناقص دي 0 بتساوي 32، دي 16 بكام ودي 0 بكام؟ تاني هديك بالبوكس في مناخيرك. دي 0 تخل الفايل اهو، بص مكتوبين اهو تحت يا ولدي. لو الفايل مقاس 6 دي 0 0.06، لو الفايل مقاس 10 0.010، لو الفايل مقاس 80 يبقى 0.080، لو الفايل مقاس 40 يبقى 0.04. وصلت؟ الدي زيرو مقاسها مقاس الفايل. الدي 16 على حسب التيبر، لو تيبر 2 هتبقى 32. لا كده ده الفرق التيبر بتاعهم. تمام. عندك سؤال تاني؟ الانجل يا دكتور لو سمحت. الانجل يا ولدي، الانجل بتاعت الطب بتبقى 75، تزيد 15 او تقل 15، يعني الرينج بتاع 75 تزيد عنه 15 درجه او تقل 15 درجه. عايز اذنك يا دكتور. يعني كده لو الفايل مقاسه 40 مثلا والتب بتاعته كده 4 من 10، هل من هنا نقدر احسب التيبر بتاعه ماشي بمعدل كام؟ لا التيبر ثابت تقدر. ماشي فهمت سؤالك. لو انا عارف التيبر بتاعه اقدر اعرف السايز عند كل انكريمنت كام. لو انا فهمني ولا لا؟ يعني انا عارف الفايل التب بتاعته مقاسه كام وعارف التيبر، فاقدر اعرف السايز عند كل ملي كام. السايز عند كل انكريمنت كام. ما ده اللي احنا يا ابن الذين. ما هو اركب دي خلاص، اركب دي عشان دماغك لفت فيها، مهما قلنا مش مش مش, مش هت يعني اللي استوعب استوعب، مش هتستوعب حاجه جديده فيها النهارده. خلينا المحاضره الجايه نكرر دي تاني، نركنها في حتت كده كان فيها كتير يلخبطك. خليها فكروني المره الجايه نتكلم في التيبر تاني. دكتور هتوضح التمارين، يعني لو في مثالين ثلاثه كتمارين بالظبط كده هنفهمها، غير كده الدنيا كلها حبايب. طيب نرجع بقى كان كام الستاندرايزيشن. احنا سم اب كده، احنا اتكلمنا في اللينس اوف ذا كاتنج بليد، قلنا هيبقى 16 مللي، وبعد كده قلنا الدايمتر الستاندرد بتاعه والالوان، الدايمتر والتيبر والتيب انجل والنمبرنج سيستم والانكريمنت انكريز ذا سايز اللي هو التيبر والكالر كود. ممكن نقف عند الديزاين فيتشر، الديزاين فيتشر دي اندودونتك انسمنت، نقف عندها نحكي منها المحاضره اللي جايه. مش احنا ليتس ساكن كده يا دوب كده المحاضره خلصت، نقف هنا والمره الجايه نراجع بسرعه على التيبر مع بعض، وممكن حتى لا مش المحاضره اللي جايه، المحاضره بتاعت الكليه ان شاء الله في الاونلاين سوري في الفيس تو فيس، نقعد نعمل اختبارات مع بعض، نقعد نحكي في الكلام ده مع بعض. حد عنده اي سؤال يا اولاد؟ الباور بس ماشي. ما هو احنا هننزلهم واحده واحده، انا بس بعمل منه نسخه اللي هي بالكود بتاع الكليه. حد عنده سؤال تاني يا اولاد؟ دكتور بعد اذنك، هو السورس اللي نزل على الدكاتره اللي عايز يمشي خلاص، انتوا مش ملزمين ان انتوا تقعدوا.
قول يا حبيبي اللي عايز يسأل اتفضل. السورس اللي نزل على الموديل هو ده اللي نذاكر منه ولا في لسه باور هينزل؟ هنزل لكم باور بوينت عشان الصور ويسهل عليك شوية. بس طب انت يا دكتور يا ابني انا نزلت لك واحد النهارده وبظبط بتاع الاناتومي وبعد ما اخلصها اظبط الاناتومي وانزلهولك كده واحد بتاع النهارده ده ما شفتوش ماشي يعني. لسه ما نزلتش نزلت بس التكست ذاكر منه هتلاقي فيه الداتا كافيه الباوربوينت ده هيزوك عشان الصور عشان تساعدك انما التكست عندك نزل على الموديل انا بنزلك الباوربوينت عشان يساعدك صوره بقى يعني ذاكر من التكست على لا طبعا ذاكر من التكست الباوربوينت ده مش كفايه ابدا للمذاكره ده بس يساعدك بالصورتين الثلاثه اللي فيه انما مذاكرتك لازم تكون من التكست اسئلتك هتبقى من التكست هو الباوربوينت هينزل على موديل برضه يا دكتور ان شاء الله يا كشك بس الباوربوينت يا اولاد مش للمذاكرة الباوربوينت ده بس ترجع له تشوف صورة تفتكر حاجة إنما المذاكرة تبقى من التكست مش من التكست بوك أنا حطيت لك تكست بوك عشان ترجع له احتاجته لما أنا حطيت لك ملخصات بي دي أفس تفتحها وتقرأ منها المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها يعني أنت مش هتطلع على المذاكرة فتقدر تذاكر من التكست اللي أنا منزله لك ما تقوليش أنا منزلت الباوربوينت فما ذاكرتش هو التكست اللي هو اسمه إنجل يا دكتور عشان إنجل ده يا ولاد إنجل ده تكست بوك انما انا منزل لك بعد انجل في انجل وكوهن وعايز افتكر بديكوا كوهن في الكليه لان مش عارف انزله على الموديل اللي معايا يا دكتور على التليجرام انا ممكن انزله على القناه مش اللي هو كوهن الاصدار ال 11 نزله لو عندك كوهن نزله لهم على التليجرام خلاص ماشي بس دول يا اولاد دول تقال ده ترجع له كريفرنس ترجع له تشوف منه معلومه تشوف منه صوره مش عايزك تذاكر منه من الاول لو ذاكرت منه من الاول هتوه ذاكر من الدوكيومنتس اللي انا منزلها لك على الموديل طب يا دكتور معلش يعني الحاجات اللي انت حضرتك منزلها على الموديل دي نذاكر منها يا احمد يا طه ذاكر منها يا طه ذاكر منها ومعلوماتها كافيه كويس ماشي سؤال في حاجات في التكست يا دكتور مش عارفه ايه كلام يعني ايه في حاجات كتير في التكست في النوت زي زي ايه يا امير هو في حاجات كده حضرتك بتعديها وحاجات بتزود فيها شرح طيب علم بص يا حبيب قلبي علم على الحاجات اللي لم تذكر وتعالى وريهني احنا بنزود شرح وبنتك على الحتت الغلسه الحتت أيوة. اللي استيعابها ما بيبقاش سهل انما الحتت السهله المنطقيه ممكن نجري فيها فالحاجات اللي حاسس انها كنت محتاج انها تتشرح ما اتشرحتش علم عليها وتعالى وريهاني في المحاضره اللي جايه وانا ممكن احكيها تاني ما عنديش اي مشكله ماشي يا دكتور شكرا ايه تاني يا حبايبي دكتور محاضره بكره ولا نفس الشرح نفس الكلام انت محاضره بكره نفس الكلام ساعتين او استنى اطلع الجدول ابص عليه معلش يا دكتور بكره المحاضره من 42 دقيقه ل 4:30 ماشي شكرا دكتور شكرا يا حبيبي حد عنده سؤال تاني يا ولاد؟ لا يا دكتور معلش اتفضل هو سؤال غبي بس معلش لا هو انت اصلا اول السنه ديت محتاجه اندو او مش محتاجه اندو يعني في حاجات كتير داخله في بعض ده هنتعلمه في الدياجنوز انا لسه بدري عليه يعني احنا دلوقتي بنتعلم الدياجنوستيك تول الترم ده كله هتعرفه فيه لحد ازاي تفتح اكس لحد ما تعمل اوبتيميزيشن الدياجنوز ليه ترم تاني هنتكلم فيه يعني هو بس شبدا بنتعلم الميكانيزم ازاي تعمل ايه الترم الجاي ان شاء الله هنتكلم في الدياجنوز حبيبي في محاضره الساعه 3:30 بكره يا دكتور من 3:30 ل 4:30 حبيبي احنا ضمناهم على بعض بدل ما افتح نص ساعه واقف افتح نص ساعه فبلحقش نقول الداتا يوم الاثنين خليناه الساعه ال 10 دقيقه الساعه 10 دقيقه ضمناهم بقى 40 دقيقه ويوم الثلاث ضمناهم على بعض فالمحاضره مش هتحضرها من 3:30 هتحضرها من 42 دقيقه ولو فتحت عندك الموبايل هتلاقيها بيتقول لك من 42 دقيقه تمام يا دكتور تمام يا حبيبي حد عنده سؤال ثاني بعد اذنك يعني كده ما فيش محاضره جديده الاسبوع ده الاسبوع ده بكره هنقول نفس الكلام اللي قلناه النهارده لكن مفيش حاجه جديده احنا كده من الاثنين على بعض وخلصناها صح بالظبط يا حبيبتي الاسبوع اللي جاي ان شاء الله مش بتاع الكليه بتاع الكليه هنناقش فيه الحاجات اللي واقفه معانا والتيبر والكلام ده الاسبوع بقى اللي بعده ان شاء الله في الاونلاين نفتح الجديد وذاكروا لان المواضيع دي تقيله
البطارية دي مهمة البيزكس. حد عنده سؤال تاني يا دكاترة؟ شكرا. دكتور عبد الرحمن ينفع اشتغل السنان كلها ناتشرال؟ يا ريت. لا يا ريت ناتشرال، يعني انا عايز ناتشرال بس في ناس قالوا مش هنقدر نوفر ناتشرال، فقلت لهم خلاص اتليست 50% 50%، يا ريت كل شويه تبقى ناتشرال. انا خايفه يكون الفاينل بتاعي يكون على شفاف، فانا ما اعرفش اشتغل. لا ده انا الفاينل هقول لكم هاتوا السنان بتاعكم تشتغلوا عليه، هقول لك كل واحد يجيب معاه سنتين وهو جايين ناتشرال. الامتحان لازم هيكون على ناتشرال يا اولاد. احنا بنستخدم السنان البلاستيك لو ما عندناش ناتشرال، بس ما يبقاش اكتر من 50%، يا ريت كله يبقى ناتشرال. طيب يا دكتور الريكويرمنت دي هنسلمها، هنشتغلها في السكاشن ونسلمها اسبوع باسبوع، في الاسبوع كل اسبوع تقعد تشتغل الاربع سنات او الثلاث سنات المطلوبه منك وتسلمها، يعني ما تجيش تسلم الاسبوع اللي فات، كل اسبوع في سكشن. تمام. تسلم وتمضي في اللوك بوك بتاعك. تمام. شكرا يا دكتور. شكرا يا حبيبي. حد عنده سؤال تاني يا دكاتره؟ شرفتوني يا دكتور. السنان هنسلمها اشتغلها في السكشن ولا اخدها معايا اشتغلها في البيت ولا؟ لا. عشان انا مش فاهم. لا ما انا قلت السؤال دلوقتي، السنان يا اولاد بنقعد في السكشن، بجيب السنان بتاعتي بشتغلها مع السينيور السوبرفايزر بتاعي واخر السكشن بسلمها له، يعني لو فاتني اسبوع ما اشتغلتش خلاص ضاعت سناني. بنستلم اسبوع باسبوع في السكشن، ما اشتغلتش بره السكشن ما تروحش تعمل سنان في البيت او حد صاحبك يعمل لك سنان وتيجي تسلمها، نشتغل مع بعض اندر سوبرفيجن اسبوع باسبوع، كل اسبوع عندك ثلاثه او اربع سنات عشان تخلص 12 سنه على اخر الترم. دكتور بس تأكيدا للكلام اللي حضرتك قلته، انا دلوقتي اذاكر من الباور وبعد كده اراجع من التكست. لا ما تذاكرش من الباور، انسى، انا مش هنزل باور يا ولد، انسى الباور، انا مش هنزل باور بوينت. اذاكر من التكست بوك. لا مش من التكست بوك، من استنى يا دكتوره خلاص الباور، هتنزل من الملخصات اللي انا مذاكرها اللي انا منزلها لك، فمطالب بالداتا اللي فيها. حضرتك يا دكتور دلوقتي انا فتح الموديل تمام، في مثلا زي الموضوع اللي هو اسمه انسترومنت هاند اوت، ده اللي هو ده اللي نذاكر منه، ده اللي هتذاكر منه يا حبيبي. اه تمام ماشي شكرا. معلش يا دكتور الباور علشان الصور بس، يعني هو احنا ما هذا عشان السؤال ده، عشان السؤال اللي لسه بسأله. انا نزلت لهم الباور لو سمحت يا ابني اتكلم، يا ابني اديني فرصه اتكلم. الباوربوينت ما فيهوش داتا، الباوربوينت صور عشان نفتكر بيها، ما فيهوش علم. العلم هتذاكره من التكست، من الورق اللي مكتوب. الباوربوينت بنزله بس عشان تشوف صوره ولا صورتين تفتكر. فلو نزلت الباوربوينت ما اسمعش حد يقول لي ذاكرت من الباوربوينت. الورق يا دكتور حضرتك برضو منزله على موديل. اه يا حبيبي منزله على الموديل. لو دخلوا بصوا على موديل هيلاقوا كل الداتا اللي ذاكروا منها. بالظبط، وحاطط الفيديوز كمان، حاطط فيديوز. اه مظبوط. اه فبالظبط كده هتلاقي كل حاجه على الموديل. تمام دكتور شكرا. يعني اللي على الموديل اه هتفتح هتلاقي الداتا على الموديل. ما تذاكرش من الباوربوينت، تذاكر من الداتا. بالظبط من الداتا والتكست ارجع له عادي يعني. بالظبط يا يوم. شكرا دكتور. حد عنده سؤال تاني يا حبايبي؟ اه دكتور الكتاب نزل يا دكتور ولا لسه؟ كتاب ايه؟ اللي هو اللي عامل اللوك بوك. اللوك بوك اه هتلاقيه في المكتبه، تقدر تجيبه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله تشتغل بيه. خلاص تمام يا دكتور. حد عنده سؤال تاني يا اولاد؟ دكتور شكرا. ايوه يا دكتور انا سامعك. طيب شرفتوني يا دكاتره. حد عنده اي سؤال في اي وقت تحت امركم. مع السلامه.